أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم المجاهر الوحيد هو أنا، يا ريت تتقبلوني وشكرا لتواجدكم معنا. طبعا بصراحة أنا اليوم حابب أشارككم الحلقة، وأنا بتمنى من كل أصدقائي طبعا يشاركونا ويتصلوا فينا. أنا راح أفتح السكايب مباشرة، وكل الأسئلة وكل الاستفسارات وأي شيء ممكن نجاوب عليها، وممكن وأنا بتمنى من أصدقائي المداخلات، ويعني تغنوا الحلقة هاي إلكم وبشانكم وبشاني. أنا طبعا أنا راح أحكي شوي عن أسباب الحادي، اسمي، خلفيتي. طبعا الأصدقاء كتير سألوني هالأسئلة هاي. يعني بالنسبة لاسمي، اسمي بالميلاد محمد، وأنا طبعا بأسف على هالاسم هذا اللي سماني يا والدي، وغيرته أنا بسنة 2003 لأوراق رسمية إلى جان، ف يعني مشان الناس كلها تعرف إنه اسمي الأساسي هو محمد، ف وأنا غيرته لجان. طبعا قصة الإلحاد أنا بالنسبة إلي، إذا بدي أبدأ بالطفولة، أنا تربيت في عائلة كتير بسيطة ومتعصبة. خليني أقول الوالد هو رجل دين متعصب، اعتنق الفكر المتعصب، خلينا نقول هو طبعا مسلم منذ الولادة، ولكن بمرحلة الشباب اعتنق بالفكر المتعصب حتى صار يعني يحضر الذكورة مثل ما بيقولوا، اللمات الإسلامية هي بسموه الذكر. فوالدي كان شيخ وصاحب ذقن طويلة، كان يدرس القرآن وكان له طبعا مريدين، طبعا مو مريدين بالشكل المفهوم اللي انه شيخ مشهور على مستوى مثلا مدينة أو دولة، أو لا، هو شيخ على مستوى بعض الأحياء يعني، فله من المريدين اللي بيحبوه اللي بيتابعوه اللي بيحضروا له دروس. فوالدي كان من هالنوعية هي من المشايخ. أنا بصراحة يعني فتحت عيني على الدنيا، وأقدم ذاكرة بتذكر لحد هالساعة هي، يعني بصراحة ما بعرف بالضبط شقد كان عمري هذاك الوقت، لما أول كفرية كفرتها بوجه والدي. طبعا سبيت الإله، وأنا كان عمري تقريبا يعني أظن 4 5 سنين، يعني من أقدم الذاكرات اللي بتذكرها لحد الساعة هاي، سبيت الإله قدام والدي. فوالدي كان ما كان منه إلا شاني على راسه وخبطني على الأرض، ولحسن الحظ يعني ما كانت الأرض، كانت مفروشة أظن فرش شيء من القبيل، يعني ما تأذيت كتير، ولكن هالمشهد هذا لا أنساه نهائيا يعني. فإلكم تتصوروا يعني الجو اللي تربيت فيه كإنسان كطفل في جو متشدد إلى أبعد الحدود. يعني مرحلة الطفولة ما بعرف، يعني أنا بصراحة أظن شخصيتي متمردة، يعني لما كانوا يخوفونا بالإله اللي راح يقلينا بالزيت ويحرقنا بالنار ويشططنا ويحططنا مثل ما بقولوا، يعني أنا كنت أخذ موقف إن هالكلام هذا لا يعنيني، هالكلام هذا شيء يفرض علي وأنا أرفض إنه شيء يفرض علي. طيب فهمني ليش؟ مثلا كانوا يقولوا لنا إنه أنت مذنب، طب أنا ما سويت شيء، يعني بصراحة أنا ما سويت شيء ولا أذكر إني سويت شيء سيء، فعلى أي أساس أنت تعطيني هالذنب هذا؟ إنه أنا شايل الذنب هذا يعني. فكان الرفض شيء أساسي عندي، الرفض لهال الشيء المفروض عليك فرض، الرفض للإجبار للإكراه،
كنت يعني بشكل عجيب ارفض هالافكار هي، حتى يعني والدي لما صرت بالسن السبعة والثمانية كان يقول يردد هالكلمات هي، انه علموهم بالخمس بالسبع واضربوهم عليها بالعشر مشان الصلاة، وهالحالات الديباجة هي الفاضية هي. فوالدي كان يعني بصراحة، أنا يمكن انضربت أول مرة عليها أظن قبل العشرة يعني، أكيد أنا متأكد من هالشيء هذا، ومع ذلك ما كنت أروح إلا بعض الأوقات. أتذكر إنه كان والدي يصطحبني معه على الجامع، كنت أروح معه على الجامع مثلا. فالجو الجامع كان جو خوف بصراحة، يعني جو مرعب إلى أبعد الحدود. الرعب والخوف مو جاي من يعني لأني مصدق أو غير مصدق، لأنه كان شيء لا يعنيني طفل، يعني طفل. الجو الخوف اللي كان يصنعوه هن البهاليل هذول اللي كانوا عم يصلوا، يعني الخوف اللي هن يخافوه والبكاء هو اللي كان يحط الرعب في نفسي كطفل. ف يعني تربيت بهالجو هذا المهين للطفولة بصراحة، المهين للإنسانية. يعني أنا بتذكر صديق والدي كان كمان شيخ، اسمه الشيخ شحود. ف نحن كأكراد كلمة مكة لا تفعل، كلمة مكة لا تفعل هي ترجمتها للعربي لا تفعل. فأنا الشيخ هذا كان يجي عند والدي، ومشايخ يعني حدث بلا حرج، يسكت 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 بعدين يصرخ مكة. أنا كنت أقول يعني أفسر لنفسي إنه هالشخص هذا عم بيقول لي لا تفعل، لا تسوي شيء معين يعني، بس ما كان يخطر لي إنه ينادي على مدينة محمد تبعه، مكة مكة مكة، ولك حل عنا أنت ومكة تبعك. على كل أصدقائي، أنا راح أفتح السكايب من هلا، بس دقيقة واحدة أفتح السكايب، ويا ريت تشاركونا مثل ما قلت، يعني وهي إلكم الحلقة ولأسئلتكم ولاستفساراتكم ولكل شيء ممكن يخطر على بالكم يعني. وأنا بخلال الحلقة هاي راح أحاول قدر الإمكان أحكي عن يعني عن تفاصيل أشياء برايد أحكيها. دقيقة واحدة بس. يظهر عندي مشكلة بالفتح سكايب. آسف أصدقائي، يعني الكمبيوتر عم عطلج معي، لأنه الكمبيوتر كمان 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 تمام فتح السكايب. أظن جانا بعض ال في عندي الأخ بصراحة زاجروس بيقول بحييك صديقي جانو وصديقنا غيث، طبعا هاي من امبارحة حلقة امبارحة. الأخ أحمد أظن كان في اتصال. الأخ سامي صديقي، سأشارك إن سمحت سامي التونسي، تفضل ممكن تتصل هلا أو بدك أنا بتصل فيك، ما في أي مشكلة. على كل حال راح أتصل بالأخ سامي لنشوف بداية المشاركات. رد علينا يا سامي. على كل حال هو برجع بيتصل فينا. خلوني نكمل موضوع الحاد بالنسبة لي الحاد. فأنا تربيت في جو يعني، رجع الأخ سامي اتصل فينا. أهلا وسهلا فيك أخي سامي. أهلا صديقي جون، أهلا وسهلا كيفك؟ فيك، ما شاء تفضل الله. تفضل أخي. شكرا شكرا. باش تدخل يا صديقي جون على في البداية
سأتكلم في مداخلتي السابقة جست نص دقيقة أتكلم على آية نسيتها وحاكون لك ولا يهمك، تفضل خذ راحتك. تكلمت المرة الماضية على غزوة أوطاس، واللي ما يعرفها يمشي يعني يعطيه الآية يمشي يشوف البخاري وسيرة النبوية. بتاعت البنات الأصفر وبنات الأحمر، هذيك أغزو تبوك. تبوك سوري، هذيك تبوك. سوري آسف. واسبو بنات الأصفر. الأصفر صح. يعني هذيك آية أخرى صح. وهذاك علاش جونا إحنا لشمال أفريقيا، إحنا عيننا خضر الأمازيغ وكنا بيض كثير، ما نمشوا للبلدان السوداء بجانبهم. فهمت؟ كل احتراماتي للسمر يعني صحيح. يعني انا اعزهم. فهمت؟ هذيك موضوع اخر نجم نتكلم فيه قد ما نحب، لكن باش نتكلم على هذا. عندما غزوه قالوا له يا رسول الله فيه نساء متزوجات نعرف زوجها نسبوهم ولا. فذهب الى ورقه بن نوفل وهو عمل القران والرهب بحيره حصير، فاعطوه يعني ايه سوره النساء 24: والمحصنات من النساء الا وما ملكت ايمانكم. يعني المتزوجه فهمت؟ طبعا فهمتني. هذه الايه سوره النساء 24: المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني هزوهم ما مشكله، فهمت؟ باش يرضيهم يعني ينكحوا، يعني يعملوا الغزوة إذا كان بوحيين ينكحوا المتزوجات ومش متزوجات، وإذا كان ماتوا يمشوا يصابين حورية. فهمت؟ كواعب أطرابة والغلمان المخلدين ينزفون والطفلين المخلدون كاللؤلؤ المكنون. يعني الناس مكبوتين. المهم صحيح. إما رسولا ثم حاجة أخرى أستي تكلمت عليها، نسيت حاجة مهمة. من الله، محمد أم الله؟ فهمت؟ حاجة صلى الله عليه وسلم، تصوروا من يصلي على من؟ الله يصلي على النبي. يعني صلى الله عليه وسلم، وهل الله يصلي؟ شو هالغباء هذا؟ يعني وكلمة أخرى، والله والملائكة تصلي على النبي. يعني الله والملائكة ساجدين. أنا شفت الكاريكاتير معمولة يجدوا محمد يعني يعني جالس. فهمتني؟ يعني خلي الحاجات الاخرى هذيك اللي ذكرتها ما نعاودهاش. فهمت؟ وحتى اخي سامي، بس مداخله صغيره مني، يعني صارت عادات وتقاليد. يعني عندنا هلا بالشرق بيقول لك اكساب الصلاه على النبي، صلي على النبي، فاللهم صلي على النبي. فرم بيشيلها بيقول له اللهم صلي على النبي، يعني بيقول له لله، يعني الله كاني مامور من كل الناس على بهالمعنى هذا. يعني كونتراديكتوار. ما انا قبل مش نعمل نكلمها كالببغاء، لكن ما نعملهاش قيمه. كل اصبحت ملحد وليت نجن فيها. فهمتني؟ بالضبط صحيح. ما كنت غبي وكا قبل. محشوم. المهم شوف، ثم حاجه اخرى باش نتكلم فيها، باش نطول، باش نلخصها القصه. لا طول خذ راحتك. يعني نحن الحلقه لكم. هذه اللي يعرفها وما يخرجش من الاسلام سامحني فيه، نقول لك سامحني فيه. باش نتكلم على حاجة مهمة في الإسلام، هي سورة النجم 20. يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلقى الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. قالت قريش ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد النبي ومن معه من المسلمين، وسجد معهم مشركون. فكان هذا سبب نزول قول الله تعالى: وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله وآياته، والله عليم حكيم. الحاجة 52 يعني بالواحد. مش نخصها لك هذه. يعني هو حب يستر، كان ضعيف محمد. أنا قريت عليه برشا الموضوع هذا، كان ضعيف، فمن جمعه؟ جو معه إلا المتسولين والفقراء. فهمت؟ يعني جو معه يعني ما كانوش، يعني يبقى ما عرف كدش نعم، خرج المدينة بعدد قليل يعني متسولين ولد عم، حتى
عم ابوها بطالب اللي عاش عنده بنته زينب قد مسيحيه، وعمه ابو الحكيم اللي يقولوا ابو لهب، هو ذكي جدا جدا ابو لهب، لا ابو الحكيم اسمه، فهمتني؟ ابو الحكم بيه، فهمتني؟ كثير حتى العب عمه العباس ما استعرف به الا بعد في مكه، يعني انا قريت عليها برشا، فهمت؟ يعني ما كانوش تعرفين به. يعني فلهذا ايش عمل هو؟ قال باش نستجلبهم، فقال لهم يعني يا سيدي خليني نعملهم آية. السر مش هو، هو ديما اللي يقرا التراث الاسلامي قال ورقه بنفل، اللي ورقه بنفل جيت تكلم عليه، ورقه بنفل هو نصراني مش مسيحي، هو ما استعرفش بان جيسو يعني الله عنده ولد فخرجوه هو والراهب بحيره مهبط مسيحي، يعني مسيحي يعني نصراني، هو ديفيرون شويه، فهمت؟ خاطر ما يستعرفش بان عيسى ولد الله، هو الله، فهمت؟ فورقه بن نوفل يعني هو اللي زوج محمد وخديجه في الكنيسه، هو كان قس مكه يعني، وكان يعرف العبريه والسريانيه والعربيه كويس، كان يحفظ التوراه، يعرف التوراه، يعرف الانجيل. علاش؟ اللي كان تشوفه كثير، انا قريت، هو يقول لك محمد يقول لك حرام تقرا التوراه والانجيل، قريته لقيت كوبي كولي من التوراه القران، يعني مثلا وما قتلتم النفس الا امراه، هذه كوبي كولي برا التوراه، وقال حرام باش ما يعرفوش، وبان حسي هو اللي قال هذا الناموس جاي يجري محمد خديجه، هو قال خديجه وخديجه حطاته على ركبتها ويعرق، وجاء الوحي وسلع الورق بن نفل، يعني هو اللي قال يعني ورقه بن نوفل، وقال هذا الناموس يعني، وكيفاش مراه شاهده بركه، يعني مراه نص الشهاده، كيف انا استعرف ان خديجه يلزم سنين، يلزم زوج نساء، فهمت؟ شاهدوا بانه شاف الواحد حاصل، هل ترى؟ قالت له كي جاء غموني عندما حطاته على فخذها، وحاصلوا استوار لونغ. فلهذا ورقه بن نوفل هو كاتب القران يعني لمحمد. وعندما مات ورقه بن نوفل أقروا في البخاري والسيرة النبوية، فاتورة الوحي، أراد الوحي انقطع على 3 سنوات، خاطر مات ورقة بن نوفل، فاتورة الوحي كان يقول فاتورة الوحي و... كان يقول فاتورة الوحي، وعلى أساس كان بده ينتحر، يا ريت منتحر كان خلصنا من هالبلاوي هاي. ثلاثة يا ليت خلصنا هذيك الروح، ولا من جهة قريش من جهة قريش للمدينة، وعملهم الفارسي شو اسمه سليمان الفارسي، عملهم خندق، الفكرة بتاع الفرس قبل مش بتاع العرب، منعوا لكن اجوا خلونا، خلوا قريش تقتلوا، خلينا ثانية دماش، لا في سوريا حرب ولا في تونس ولا حتى حصلوا سي باسا، فهمت؟ يا ليت ارتحنا. ف يعني انقطع الوحي 3 سنوات وذهب الى اراد الانتحار 3 مرات في الجبال، فهمت؟ يعني باش يوريك بين ورقه بن نوفل هو اللي عمل. وكي تقارن الصور المكيه لكم دينكم ولي ديني ومع شنوك جونتي وخاطر كان ضعيف، والصور المدنيه تشوف كان تري جونتي، كان كويس في، وبعدين قطع الرقاب في المدينه، ضرب فوق العناق، يقتل ويصلب وتقطع ايديهم ورجلهم من خلاف، جلد رجم، قطع الابان يعني الاصابع، يعني دم، يعني فهمت؟ بدل القران، فهمت؟ واحد يمارك. فقلت لك يعني مشى، عندما عمل مثال حبيت نقول لك الورقه بن نوفل اعطاها الايه، الان لولا رايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى والغرائق على تلك وشبعات من ترتجى، يعني قالوا له المسلمين يا اخي باش يجلب قريش، فسجدوا معاه يعني، وسجد معاهم يعني، سجدوا فرحوا قريش، قال لهم يعني اجوا للدين بتاعي يعني، قالوا لا انت تصرفت باللات والعزى ومناة والغرائق العلا يكفينا يعني، معنا يا محمد. فهو تغشش، وقالوا المسلمين اصحابه الضعفاء، قالوا كيف انت تشرك بالله يعني يا محمد؟ فجاب لهم الايه، وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله، يعني قال لهم الايه دي يعني صافي، يعني شنو المعنى؟ يعني راه غلط، مش جبريل اللي اعطاني الفكره، يعني اعطاني الايه هذيك، راه الشيطان. كيف انا مسلم يعني نجم نعطي الثقه في شيطان؟ يعني ما نعرفش كون انت الشيطان يحيله وانت جبريل يحيله، فهمت؟
فهم؟ والواحد اللي يحب يعني يستعمل عم جوجل ولا شيخ جوجل حيشوف التفسيرات كل هذا كل اللي قلت له اون ديتاي، والا يشوف سلمان رشدي الكتاب المشهور سلمان رشدي الجزء الثاني تكلم عليه كثير، فهمت؟ هو في البي دي اف في الانترنت، فهمت يا اخي؟ هذه وهذا سلمان رشدي اللي حكموا عليه الخميني مليار مع شنو دولار باش يقتلوه مع شنو، ثم واحد جابوني تغشش عمل تراديكسيون تاع الكتاب تاع رشدي في اليابان، استاذ جامعي معروف قال علاش يخوفينا، فقتلوه في يعني في الجامعه تاع اليابان، فهمت؟ اليابان قررت تسب الاسلام، يعني يرهبونا. انا نكره حاجه ترهبني، نكره بن علي كان يرهبني، نكره حاجه ترهبني. فالاسلام ترهيب، ترغيب يعني تخويف، وهذا اللي قلقني، فهمت؟ يقول لك ما تكلمش يا خويا، جبتك محمد هذا بالله هتلر خير منه، هتلر قتل وذهب، أما محمد قتل من السقيفة الآن قتل 500 مليون وما زال يقتل بشبط الجيد، فهمت؟ للأسف الشديد أخي، للأسف الشديد يا ما تمنش به نقتلك، تتكلم تنقطو نقتلك، مش هتم الرسول نقتلك. يعني أنا فهمت علاش قبل يقولوا لنا نقتلوكم إذا كنت جبت الرسول، خطر مترقين علينا ياسر حوايج، وشكرا للفيسبوك الكافر، وشكرا لداعش الكافرة، وشكرا للإخوان والنهضة الكافرة، خلتني أنا أكبر ملحد متطرف حتى المخاخ، يعني فهمتني؟ فهمتني من عام. فلهذا هذا حاب نتكلم على الصور الشيطانية، وحنكتب ملخص، حكتب ملخص في صوت في فيسبوك في صوت العقل، اللي حاب يمشي يشوفها يشوفها، حكتب أكيد شوية تلخيص، فهمت؟ أكيد. وشكرا لكم وتحياتي للجميع، وننصح التوانسة، أنا تونسي، يا توانسة ما تخافوش، تكلموا تكلموا بكلامكم، يعني بحال شي عندك في الدستور حرية المعتقد، ما تخافوش تكلموا، حتى تكلموا لايت، ما تكلموش كيفي أنا هارد، لكن ما تخافوش تكلموا، أنا عارف توانسة يسمعوا فيك برشا الآن، فهمتني؟ فدخلوا يعني، فهمت؟ عندكم حرية المعتقد في الدستور، فهمتني؟ وهذا الموضوع. شكرا اخي جون. شكرا لك اخي سامي، شكرا لاتصالك ولمداخلتك، واكيد راح نلتقيك في حلقات ثانيه يعني مشاركات ثانيه. دائما اكيد. اذا كان ما جيت سرم قتلوني راني. لا 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 لا. لا لا بعيد الشر عنك، وما انا في اوروبا محصن، اكيد اكيد ما استطيع، خوافه، فهمتني؟ شكرا حبيبي. شكرا شكرا لك، شكرا لك. طبعا اصدقائي، يعني انا بس حابب يعني ارجع احكي على مسيرتي الالحاديه. فكنت عم بحكي عن مرحله الطفوله اللي وصلت يعني فيها بتمرد على مجتمعي، على اهلي، على ما كنت اعرف. طبعا كطفل ما اظن يعني طفل بهالوضع هذا بهالجو هذا ممكن يدرك معنى في إله ولا ما في إله ولا هالمعاني هاي. ولكن ببداية المرحلة الإعدادية، بعد ما خلصنا المرحلة الابتدائية، ببداية المرحلة الإعدادية صار في عندي، تعلمت وقت القراءة، فصار عندي فضول بالقراءة، صرت أقرأ بشكل عجيب يعني بشراهة منقطعة النظير، صرت أقرأ بالكتب الإسلامية المتاحة، يعني صف سابع مثلا، شو بدك، قصص عقبة بن نافع، خالد بن وليد، هالأبطال يعني الشجعان الفاتحين، يعني كلهم قريب ختمتهم ختم، يعني مثل ما بقولوا في كان السلسلات للأبطال الفاتحين بهالأسامي هاي، فكنت أقرأها يعني بشراها. وصلت بصف التاسع خلينا نقول، او الثالث الاعدادي، بصراحه بوقتها انا رسبت وبطلت من المدرسه لانه الوضع المادي ما كان يسمح انه اكمل المدرسه، وانا كنت كسلان بالمدرسه على فكره، فما كان يعني لا الوضع الذهني ولا الوضع المادي يسمح لي انه اكمل دراسه، فاتجهت لمرحله العمل، بالعمل بوقتها اشتغلت تطريز، تعرفت على جماعة أكراد شبه ماركسيين، دلوني على مكتبة اسمها مكتبة الفجر بحلب، لحد الساعة أذكرها، كان مكتبة كل منشوراتها من موسكو، يعني دار النشر موسكو، ف
طلعت حاولت أقرأ بالشيوعية، ما فهمت شيء منه بصراحة، يعني قرأت كثير أشياء بالشيوعية وما كان طلبي بصراحة. أنا كان طلبي أبحث عن شيء دليل عدم وجود الله، إنه أنا ماني مقتنع بوجود الله، ولكن ما في عندي دليل يبرهن لي إنه ما في إله. فبهالمرحلة هي بال 13 14 15 يعني كنت أحاول جاهد إنه ألاقي لنفسي دليل إنه ما في الله، بدي دليل بدي دليل. فوقع تحت إيدي كتاب لحد الساعة بذكره، مؤلف تبعه طبعا أنا نسيان اسمه نهائيا، واحد من الشوفات، يا غورباتشوف مرباتشوف خورباتشوف، واحد من الشوفات هذول، أنا ما بتذكر اسمه بصراحة. يعني كنت أقرأ الكتاب، ذكر أشياء كثيرة أنا لا أذكرها حاليا، يعني صار وقت طويل، يعني صار 30 سنة تقريبا. بس في شيء صغير هو ذكره، وعلى أساسه من هديك اللحظة أنا ملحد، يعني هو ذكر خرافة علمية كانت متداولة في القرن الخامس عشر والسادس عشر. الخرافة العلمية هي بتقول إنه إذا جبنا حبات حنطة ومع خرق قماش معفن فيه عفن فيه عفونة، وضعناها هالحبات الحنطة في مع هالعفونة هاي بدرجة حرارة معينة، أظن كانت 21، وعفناها 21 يوم، هالحبات الحنطة تتحول إلى فئران. طبعا هو بكتابه ذاكر أنه خرافة، وهذا ما بيصير بأرض الواقع، هذا شيء أكيد، ولكن الطريقة عجبتني، أنه ليش لا، ليش ما هو، يعني ليش ما يكون الشيء الخضروات أو النبات يتحول في بتطور سنين طويلة إلى حياة بروتينية. فمن هذيك اللحظة أنا سكرت الكتاب، قلت خلص الله ما موجود، أنا ملحد. يعني هذا سبب الإلحاد، السبب المباشر طبعا، السبب اللي كنت أنا أبحث عنه ووجدته لنفسي. بس الأسباب الأساسية أنه الإله، فكرة الإله كانت غير منطقية بالنسبة لي، كان دكتاتور، وأنا شخصيتي كجان برو يعني أحتقر من يضغط علي، أحتقر من يأمرني، أحتقر أي شيء يفرض علي فرض. فمسألة لما كانوا يطرحوا علينا الدين بهالتعجرف هذا، بهالقسوة، إنه بدك لازم تصلي غصب عنك، ويا بتنضرب يا أما، يعني هالأجواء هي يعني كانت تولد عندي، يا أخي طيب فهمني فهمني فهمني، إذا بدك إياني أصلي فهمني ليش أصلي. يعني هذا كان مبدأي كطفل، انه انا ما عندي مشكلة انه اصلي، بس ليش؟ ليش اصلي؟ وليش بده يحرقني اذا ما صليت؟ يعني شو الذنب؟ شو العزق؟ يعني في جريمة وعقاب، يعني هل العقاب هذا لا يساوي الشيء مقابل، اذا اعتبرناها جريمة طبعا، هو ليست شيء بخرافاتهم انه ما صليت، طب ما بدي أصلي أنا، بس أوكي عاقبني، أنا بتقبل العقاب لأنه أنت طلبت مني أصلي ما صليت، بس ليش يكون العقاب أكبر بكتير، فارق شاسع بين العقاب والجريمة بحسبك أنت؟ يعني ما هو أنه أنا لا أعتبرها جريمة، يعني لا أصلي لا أصلي، لأنه أشياء فارغة أصلاً ما لها هدف. وإذا أنت باعتقادك إلهك تتواصل مع إلهك بهالصلاة بتطج وتطوبز وتركع وهالمسائل هاي، أنا ما بتعنيني بشي. وعلى فرضاً، على فرضاً أنا جيت معك وأخذت بفكرك، يعني العقاب كمه، الحجم، المصيبة اللي فيه كبير، يعني العقاب حرق إلى ما لا نهاية بسبب أنه ما صليت.
يعني بسبب انه انا تولدنت وما صليت، رفضت الامر بمبدأ الصغير. يعني مثل جماعة يسوع الدلوع، يسوع الدلوع بحب تشيزز، بحبك وتشيزز لافز يو وتشيزز بطيخي وكل هال، واذا ما حبيتني حضر لك نار احرقك فيها الى الابد. شو هالمحبة الفاروطية هي الافلاطونية يعني بأي منطق؟ بأي منطق إذا أنا ما حبيتك تحرقني؟ شو هالمحبة يعني؟ وين صفة المحبة؟ ذكرني بشخص حلبي كان يقول في واحد عم بضرب مرته ويقول له أنا بحبك. طب كيف عم تضربها وكيف بتحبها؟ يعني أعطيني عقلك وفكر معي بس دقيقتين. إذا المحبة، هل من المعقول المحبة تعبر عنها بالضرب؟ يعني معقول إنسان عم تضربه تحبه؟ يعني أين المنطق؟ للأسف، للأسف الشديد ما في منطق. فمسألة المسألة الحادي، أنا ولدت بلحظة كان عمري 14-15 بلحظة بقراءة معينة. أنا طبعا كنت أنا أبحث عنها، ولكن الأسباب الرئيسية كانت موجودة ومثل ما بقول عم تحمى مثل غليان بركان ده تنفجر. و وجدت الانفجار بهالكتاب هذا، بهالجملة هاي. وطبعا الكتاب ما كملت قراءته، وأفضل كتاب قرأته بعدين بصراحة لحد الساعة هاي هو كتاب قصة النظرية النسبية الكون الأحدث. وأنا رجعت نسيت اسم الكاتب، عراقي يعني آسف، كان بوقتها يشرح بشكل كتير كوميدي وطريف عن محسن وحماته وكيف كان يسافر بسرعة الضوء وكيف بهالمسائل هاي. فحتى هالمسائل هاي صدقوني أنا يعني كنت أفكر فيها من صغري، من الطفولة. يعني مسألة إنه إذا أنا أسرعت أكثر من الناس هاي، مثلا أوقف، خلي الثانية تبعت الناس اللي حوالي، نقول أنا بمركز المدينة. كطفل كنت أفكر هيك، بمركز المدينة أنا أسرع، الثانية تبعت الناس اللي حوالي تصير مثل سنة عندي. يعني أنا أمشي سنة، هن يكون مشي عندهم ثانية واحدة. فممكن أنا بسرعتي هاي بخلال السنة اللي إلي وهن بتمشي عندهم ثانية، أنا عندي الوقت سنة وهن عند الوقت ثانية، فبهالسنة هاي ممكن اخذ فلوس واجمع واشيل واحط واروح اخذ واساوي كل شيء وهن لسه ما معدي عليهم ثانيه بتعدي. انا عندي عده سنه بكون اخذت فلوس وانا اخذت كل شيء، بس انا بهالنقطه هاي كبرت سنه، ان ما كبروا غير ثانيه واحده. فانا شو صار معي؟ انا طرحت على المستقبل، سافرت على المستقبل بسرعتي، بسرعتي سافرت على المستقبل. وممكن نفس الشيء يعني نقلبها انه الثانية تكون إلي وهن السنة، يعني أسرعوا حوالي السنة فأنا صرت بالماضي، هن صاروا بالمستقبل. يعني بنفس الشيء سرعة الضوء يعني. فكنت أفكر فيها بهالمنطلق هي، حتى صدقوني حتى ما قبل ما أقرأ مثلاً نظريه اينشتاين ولا يعني اشياء طفوليه وهالاشياء هي. في عندي نقطه بدي كمان احكي فيها، هي الموت، مساله الموت. يعني انا برايي فكرت فيها كثير يا جماعه، انه الموت تعني الانتهاء، تعني لا شيء بعد الموت. يعني الموت تعني مثل قبل الولادة، هذا بكل تأكيد. يعني اليوم كلنا ما في إنسان ما مثله غالي، إنسان غالي عليه، وما فجع بإنسان مثلا قريبه، كان أخ، أم، أب، أخت يعني، وبكي بحسرة، بحسرة شديدة جدا. يعني إنه لما تبكي بحسرة فائقة انه هالإنسان انتهى، ما بتقدر تسوي له شيء، انتهى الى الابد. ولما عم تبكي جيناتك هي بتحسسك انه هالإنسان انتهى. طيب
ونقول كل المؤمنين، لو بالفعل انت مؤمن انه هالانسان هذا مات وراح على دنيا افضل، راح على الجنة مثلا، طبيعيا جسمك وغريزتك ما بتخليك تبكي بهالحسرة هاي، بهالحسرة، وانه تعتقد اعتقاد كامل انه هذا الانسان انتهى بكل معنى الكلمة انتهى. بس ايمانك ما قدر يوقف هالحالة الغريزية، الحزن على شخص انه انتهى، يعني بتبكي بحسرة عميقة. ليش؟ لانه انتهى، لانه جيناتك عم تقلك، غريزتك الجينية عم تقلك هدول هالشخص انتهى الى الابد وما بتقدر تسوي له شيء. لو بالفعل الايمان هو غريزة لكان الايمان مثل ما طبعا مثل ما بتفلسفوا البعض وبتبجحوا بيقولوا انه الايمان غريزة للانسان، وهذا حكي فاضي جملة وتفصيلا. يعني لو بالفعل الايمان غريزة، لما كانت غريزة الحزن هاي واحساسك بالفاجعة تخليك تشعر انه هالميت هذا انتهى الى الابد. على كل حال انا راح افتح السكاي مره ثانيه، وفي عنا اصدقاء كمان راح يتصلوا فينا، ف دقيقه واحده، اسف على المقاطعه هي. في عنا اول اتصال من الاخ طاهر. واو، جانا اتصال مباشر. طيب، جانا اتصال مباشر من الأخ فيصل أظن. أهلا. أهلا وسهلا، تفضل أخي فيصل. تفضل فيصل. أهلا. عم نسمعك، تفضل أخي. أنا متفرج مع البرنامج تبعك يعني لي من فترة، شهر تقريبا. أنا صرت تقريبا من أكثر من سنة، من حكمل سنتين كمان، يعني أنا حتى استسبت مثلا في مية إنه صار الأول إنه بترات كثير. أنا بس عمري 17 سنة ومش صغير، يعني الواحد نفسه يعني مثلا يشعر طيب، بس أنا أجهل طيب بعد شو بيصير فيه. أنا مش مستقبل يعني لا، ما يعني نحن بصراحة أخي فيصل، نحن ما بنريد الإنسان يعني بيغامر بشان إنه يجهر يقول أنا ملحد، بالعقل يعني بالعقل بتكون بأمان، يعني لما تتأكد إنك بأمان ممكن تجهر، ولما تتأكد إنك بأمان يعني واحد عيب ما يجهر. بس إذا بتعرف عنده في يعني 1% خطر على حياتك، فأكيد أنا لا أنصحك بالجهر ولا أطالبك بالجهر، بالعكس أنا أقول لك تم ابقى على يعني ما أنت عليه مثل ما بقولوا، وخليك متابع يعني. بس تاني رمضان اللي جاي علي، كيف يعني هذا رمضان الحقيقي حكون تاني رمضان علي. لا، المشكلة لازم تمثل وتروح تراويح وتهجد، ما أعرف شو الصلاة وصوم وإيمان وقرآن وتفسير. يعني بصراحة أنا فعدت علي فترة، هاي فترة كنت مراهق يعني. طبعا قدام والدي هو يعلم إنه ماني صايم، ولكن يعني مثل ما بقولوا امثل الصيام، امثل الصلاه، امثل بهيك اشياء يعني. فما يعني انا ماني ضد انه انسان ينافق قدامه، لانه هن منافقين بصراحه، هن يريدون الناس ينافقوا بصراحه يعني يا اما الموت يا اما النفاق، فتختار اسهل الطريقين مثل ما بقولوا، ما هيك؟ بعدين
عجيب الطريقة اللي بيفكروا فيها، يعني بيبرر لك السبي، ما بقول لك السبي. طيب ما كان كل الناس يسووا في هذيك الفترة، طب لا مش كل الناس كانوا يسبوا في هذيك الفترة، وكان في محاولات انه يمنعوا على السبي مثلا صحيح. على الاستعباد. ما بقول لك طب ليش هاجموا بيزنطة؟ لما عشان بيزنطة كانت بتهاجمهم، يعني الامبراطور هيركليز دوب خالص من الحرب مع الفرس، مالوش 3 شهور موقع اتفاقية سلام، والطاعون ذبح نص الجيش، والمسيحيين اصلا في ذيك الوقت كانوا لسه باسيفيست، ما قدروش يبرروا الحرب، ولا كنت عالمين المسيحيه الاصليه والمسيحيين الاولين بيقولوا لا ما فيش حرب وما فيش قتل بالمره على المبدا من الاساس، يعني وخسروا المسلمين عشان المسيحيين. والامبراطور هيراكليس مش عارف جالهم مرض هيك، عملوا مؤامرة كبيرة هيك، ما في سمعوا إنه في مكة في واحد مش مهم حلو شوية، هلا جاب جبريل طبعا. أكيد أكيد. فإجوا يلا روح على مكة افتح مكة عشان فيها طبعا ريسورسز على قد يعني. يعني هي كانت، لو كانت مكة مهمة صدقني كان الرومان والبيزنطيين هذول الفرس ما كان عافوها بخيرها، بس بيعرفوا انه صحراء قاحلة، لذلك ما حدا كان. طيب عندي اتصال بالاخ طارق، انا بتشكرك اخي فيصل وشكر بس انا اتصالك. بدي اوصل الرساله انه لاحمد حقا. تفضل تفضل احمد، انه على الاستاذ احمد هو مفكر حاله انه مثلا جاهل ومش قادر انه يكتب مثلا على موضوع الاكسبيرينس تبعه، بس الاكسبيرينس تبعته هي المهمه. احنا هذا من ايام الاكسبيرينس تبعه انه 27 سنه مصدق ومؤمن بهالاشياء. احنا منا احنا والكوميونتي مثلا بتحتاج مثلا الاكسبيرينس تبع الاكس مسلمز اللي كانوا عن جد كيف كان يفكر يعني، وليش شو كان بيفكر الحياه الصحيحه لازم تكون، وشو هلا بيفكروا، وانه كيف دين الفطر على الفطره مش على الفطره في الحقيقه يعني. هاي الاكسبيرينس مهمه، وما حدا يعني ممكن يكون متعلم في هاد زي الاستاذ احمد حرقان. فهاي يمسك قلم ويكتب يعني، على شو بيستنى؟ اكتب كل يوم مش عارف ساعة ولا شيء. هذا الاكسبيرينس هو المهم، ما في أكيد شيء يعني حيتعلمه أكيد. وحي ممكن يفيده اكثر من الحي اللي معاه يعني. صحيح صحيح، قولك صحيح أخي فيصل، يعني كلنا عندنا خبرات، وأنا بتمنى من الكل إنه يكتب ويتشجعوا. يعني أنت خبرتك لا تقل عن خبرة أحمد، وأحمد لا يقل عن خبرتك، وأنا لا أقل خبرة. فبالخبرة كل إنسان عنده تجربة، يعني مثل ما بقولوا بتستحق الوقوف عندها بصراحة. يعني كلاتنا الأغلبية الساحقة مليون 99.99.99 مثل انتخابات زعماء العرب صراحة. يعني بصراحة الشباب الملحدين يعني بالضبط تجاربنا، يعني تجاربنا تستحق انه تدرس وتستحق انه تكتب. وانا بتمنى من اخي احمد انه يكتب تجربته بكتاب، وبتمنى من كل الشباب انه يكتبوا ويحكوا عن تجربتهم ويقولوها. يعني حتى مثلا اللي خايف يحطها بنيك نيم، يعني مو شرط انه يحطها باسمه الطبيعي. طيب شكرا كثير لك اخي فيصل. ومعنا الاخ طاهر. اخي طاهر معنا انت؟ اهلا جان، اهلا وسهلا فيك اخي طاهر، تفضل. كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيك، تفضل. عجبتني الحلقه، حبيت نحكي على حلقه الشجاع البغدادي، حلقه كانت ممتازه، جزء صار تقطع في الصوت، حلقه علميه. اتمنى تتعاود الحلقه، تعاود تستضيفه. انا متاكد راح نسوي سلسله حلقات مع الاخ. حلقه ياسر ممتعه، حلقه علميه فيها فايده كبيره، الحلقه دي كانت ممتعه، صار جزء تقطع في الصوت. تفضل اخي. حبيت نحكي على النظريه بتاعينا، نظريه صندوق الاسلام. فهمتني؟ صندوق تفضل. الاسلام هو السجن للمسلمين، فهمتني؟ يتحاصروا فيه وتتفرض عليهم قوانين معينه. وهي النظريه شنية؟ يعني واحد يكون منغلق وبشيران نور، تجي صدمه كبيره، فهمتني؟
وون بلوس ما عندوش الحريه باش ينجم يخرج من الصندوق الاسلامي، خاطر الصندوق الاسلامي تعرف قانون الاسلام هو قانون الرده. فهمني؟ يعني يوضعك بالتخويف والترهيب، هذا نجاح الاسلام. قانون المافيا. الاسلام كما قال شو اسمه القرضاوي، لم يكن حد الرده لما كان هناك اسلام، يعني النجاح هو التخويف. وانا ليش قلت ان الاسلام شنو المشكله نتاعو؟ يعني انت باش تامن هو يفرض عليك تخويف، باش يحرقك بالنار، مش محبه في الدين ولا محبه في الايمان، فهمتني؟ الاسلوب خايب يعني، فهمتني؟ يعني انت كي تحب حاجه تقول تامن بحاجه، يقول لك تحب الاله ماكش تحبه انت الاله، خاف منه يخافوا من عقابه، فهمتني؟ بالضبط. يعني بالصغر تكون تهديدات، فهمتني؟ نجاح شنو هي؟ التكنولوجيا كما توا الاتصالات هي اللي حرت برشا باش الناس تخرج من الصندوق هذايا، فهمتني؟ وتشوف النور اللي الناس بلت عندها شويه جرأه وقاعدين ماشيين في خطوه باهيه. يعني قاعد انا ليش قلت لك فم فرحان برشا، في برشا ناس قاعده تتحرر، يعني كي تشوف الفيديوهات تشوف الانترنت، واللي كشف حقيقه الاسلام هو الاخوان المسلمين، يعني الثورات هذه العربيه، يعني الناس ما كانتش تعرف حقيقه الاسلام ولا تعرف ولا تسال في اسئله برشا وعارفه حقيقه الاسلام، خاطر الناس قبل ما كانتش تعرف، الناس قبل ما كانتش تعرف حقيقه الاسلام، يسخلوا الدين مسالم رحمه وتعاون. لكن في الحقيقه انا نحب نعرف وين الاخلاق، وين القيم، فما اخلاق في الاسلام؟ ليه نحب نعرف اسكو المسلمين عندهم اخلاق؟ وين القيم؟ هل هي موجوده؟ في القيم، القيم اخي طاهر، بس بمداخله صغيره، يعني القيم هي موجوده عند القدوه الحسنه محمد، يعني لما يعني في انا بطبيعتي بستعمل الكلمه الصحيحه لما بالنكاح، لما نكح مرت ابنه ونكح طفله ونكح فلانه وعلانه، مرت عمه بالقبر ضجع معه. طبعا انا عندي تحفظ بالموضوع هذا لانه ماني متاكد منه 100%، بس كثير اشياء يعني مخزيه للاسف الشديد. ليه كي انا كنت نسال الوالد نتاعي مثلا نقول له علاش ما الرسول عنده 13 زوجه، يقول لي ليه حكمه الهيه دي، يعني ديما كل شيء يتهربوا ما عندهمش جواب مقنع، حكمه الهيه عنده 13 واحد ما تفهمش، يعني ليه القيم؟ ما فيش قيم، يعني شنية هي الفساد الموجود في المجتمعات هذيا الاسلاميه ماهوش موجود. يعني نقول لك الغرب الفاسد، النكاح والاغتصاب البيدوفيلي والكفر والاخلاق والعدام، يعني في المنطقه نتاعه موجود كان عند المسلمين الشيء، يعني هما دينهم مبني على الفساد يا اخي، تو هما يسخروا تو الدين في اخلاق شنيت في اربع زوجات وهم مملكه ايمانكم، يعني يعني ما في حتى قيم شنو، والعبوديه الموجوده في الاسلام في العبد تستغله كانك سكلاب وما عندوش حر، يعني ما فهمتش، اعطيني نقطه ايجابيه انا بركة موجوده اقنعني، يعني فهمتني؟ فما حتى نقطه ايجابيه، انا حتى كيما قلت انت العباده نتاعهم الصلاة أنا كنت نسخر منها طريقة السجود، هذول أنا بالعربية يعني نحكي بلهجة تونسية ممكن تضحك شوية، قول مش بكم ديما مفركسين بوزيسيون تاع ذلة ركوع، علاش كيف اللي ليش بكم تذلوا في رواحكم؟ فهمني؟ كنت نسخر منهم قبل كنت نضحك على اليوم كيفاش قلت مش ليه حتى طريقة الصلاة نتاعهم والتكرار نتاع صور كذا حاضرين حتى تجي نحكي لها تقول لي شنو نقول لها فسر لي مش فاهمة تعاود فيها الحمد لله، هي علاش تكرروا في حاجات فهمني؟ هذا فاز علاش قلت لك لازم الناس تفيق، تفيق برشا ما عطى شيء، ما عطى كان الخراب، عطى كان الدمار، والسلاح نتاعو هو التهديد التخويف، هو علاش تو المسلمين ديما يخاف هذاك هي مشكلته، هو متربي بالخوف ما ينجمش يتحرر، فهمت؟ الخوف ياسر، ليه باش يحرقني بالنار، ليه باش نتعاقب في الاخر، ليه باش نتحاسب، ليه مش باهي، وبليس القوانين هاك شفتها، هو الدين ضعيف، علاش الدين ضعيف؟ خاطر يعرف روحه ماهوش واثق من نفسه، دونك يفرض لك حد الرد يقول لك تخرج من الدين الاسلامي هذايا باش نقتلك، يعني هي المشكلة أخي طاهر، المشكلة بتعرف شلون صارت؟ يعني هو الإسلام لما طلع بصدر الإسلام، لما الغزوات اللي طلعت على الشام، على شمال أفريقيا، اللي ساووه المسلمين هن مثل القرود الخمسة، إذا بتعرف قصة القرود الخمسة، ما بعرف أصدقائنا أكيد بيعرفوا قصة القرود الخمسة، اللي أول قرد مثلاً سووا تجربة علمية، يعني طبعا سووا تجربة انه خمس قرود حطوهم بقفص ويحطوا لهم موزة بأعلى القفص، فالقرد اللي يطلع يروح بده ياخذ الموزة يرشوه مي، فالقرود صارت تتعود انه ما يروحوا ياخذوا الموزة، فشالوا قرد وحطوا قرد جديد، فالقرد الجديد يطلع فرشوهم كلهم مي، يعني الحكاية بتفيد انه يعني
القروض الخمسة الأصليين كلهم طلعوهم، القروض اللي اجوا قروض خمسة جدد حطوهم، فالقروض الخمسة الجدد هذول يعني ياخدينا تعلموا من القروض الخمسة السابقين انه اذا بده ياخذوا الموزه بده يترشوا بالمي ويتعاقبوا، فبداوا نهائيا ما يقربوا على الموزه، فنحن صار فينا هيك المشكله. يعني نحن صرنا نقدس الاخلاق المقلوبه راسا على عقب بدون ما نسال، يعني صرنا نقدس القتل بدون ما نسال، صرنا نقدس الزنا، الزنا طبعا بتعابيرهم هن، صرنا نقدس الفاحشه يعني القتل قتل فاحشة، يعني أكثر من هيك نقدس القتل، نقتل أخونا، نقتل أبونا، نقتل مين من كان، المهم في سبيل هالفكر اللي ما بنعرف عنه شيء أصلا. هيك صار فينا للأسف الشديد. قلت لك نظرية الصندوق عليش هو جي صدمة المسلم، يحاول يجي تصور أنت حياته الكل عايش في خراب في مجتمع مأساتي، يحب يرى النور كيف فهمني، شي حاجة جديدة عالم آخر، تصور واحد كما عايش في 14 قرن تخلف شي لا نور منه شي صدمة، يما بشي تشجع وشي يقبل الصدمة مما يرجع لك جماعة، يرجع يعني كما يقولوا للمجموعة بشي يطمن روحه وينغلق على نفسه، فهمت؟ صحيح. طيب أخي طارق، أنا بتشكرك كثير على الاتصال هذا، وطبعا شكراً. وهلأ رح نتصل بالأخ جون. أخي جون وينك يا أخي جون؟ طبعا الاخ جون هو جون الفلسطيني. تفضل اخي جون. سامعني؟ لا طبعا سامعك، تفضل. اوكي، انا حابب اليوم اشاركك، بشكرك على البرنامج الرائع. العفو يا اخي، العفو. في بس من قبل ما احكي الرساله تبعت لشيوخ الازهر، في بحكي انا قصه، يعني تحكيت تعليق على الصلاه، انا يعني لا يمكن ان انسى القصه لما كنت في فلسطين او في تحديدا في غزه. تخرجت انا من بكالوريوس علوم سياسيه، رحت مره اقدم لوظيفه في وزاره الخارجيه، فالمسؤول عن قسم الوظائف طبعا حمساوي لانه غزه محكومه من حماس، فبقدم له الشهاده التخرج الجامعيه، فاول سؤال بيسالني، مش بيسالني على شهاده، بقول له شو اخبار الجامعه؟ بقول له هاي الشهاده، انا متخرج علوم سياسيه، ليش بتسالني على حاجات ثانيه؟ قال لي الجامعه اهم 1000 مره من الشهادات، شهادة البكالوريوس، شهادة الدكتوراه، شهادة الماجستير، مش مهم شهادة الجامعة، مهم شهادة الجامعة، عندك شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة؟ قلت له لا، ما أنا بروحش على الجامعة. فقال لي ما فيش وظيفة، مع السلامة. يعني تخيل الحقارة والتخلف الإسلامي. للأسف الشديد هذا هو وضعنا كلنا، للأسف الشديد. يعني أنا بتذكر تقريبا كان عمري 18-19 سنة، فالمكان اللي كنا نشتغل فيه في شخص لابس شورت، يعني بنطلون شورت، صاحب العمل طرده من عمله لأنه لابس شورت، تصور، وحتى ما سأله أنه غير الشورت ولا ما تغير، لا روح ولا ترجع، بس يعني تصور العقلية المنحطة، يعني ما بتقدر تسميها غير اسم. تفضل أخي. من قبل بس ما أقول الرسالة، فيه بس على الأشخاص يعني الملحدين اللي خايفين يظهروا يشعروا بإلحادهم، بس في ممكن يعني كيف يعني ممكن إنهم يطلعوا معك على البرنامج، يغيروا اسمهم من غير صورة، حتى ما حدش بيعرفهم. يعني أنا هكذا شاركت معك تقريبا ما بعرف 10 حلقات، وفي حلقة خاصة أنت عملتها معايا من غير صورة، ما حدش عارف، حتى اهلي اليوم بحكي معهم ولا عرفوا عن الموضوع هذا بالمره، فالناس ما تخاف، يعني في امكانيه انها تشارك وتشجع وباي طريقه على وما تخاف من موضوع الكشف ولا حاجه زي هيك. يعني انا بحكي عن رساله الى شيوخ الازهر، شيوخ الموت، ايها المنافقون، او كما احب ان اسميكم بانكم مصابون بمرض انقسام الشخصيه، فانتم كقطعه النفوذ التي لها وجهين، وجه
التسامح ويدعو للمحبة والسلام والتعايش المشترك بين الأديان، موجه للمجتمع الغربي، موجه قبيح وقذر محمل بآلاف سيوف الموت لكل الملحدين والمسيحيين وحتى منتقدو الأسلام من المسلمين في الدول العربية. بل أزهر كما يعلم الجميع هو مصنع ومفخخ الإرهابيين، وله ملايين الفتاوى الإجرامية التي تدرس في جامعات ومدارس الأزهر، هي ضد النساء والأطفال والمحدود والأقليات الدينية والمنافي لأقصى قواعد حقوق الإنسان وأعراف المجتمع الدولي الحديث. وكل الجماعات الإسلامية الإرهابية والإجرامية مثل داعش والقاعدة والإخوان وكل الجماعات الإسلامية الأخرى، قاداتهم وشيوخهم نشأوا وترعرعوا في أحضان الأزهر. والسبب في استقبال البرلمان الألماني لمفتي الإرهابيين هو جهلهم بالإسلام وعدم علمهم بفتاوى الأزهر المفجعة والقاتلة التي تدرس في جامعات الأزهر. لذلك يجب على الشعوب والناس في المجتمعات الشرق الأوسط والذين يعيشون في أوروبا رفع قضايا في المحاكم الدولية في أوروبا على شيوخ وقادات الأزهر لكي لا تقع الخطيئة من برلمانات أوروبية أخرى باستقبال إرهابيو الأزهر، وإنما يجب اعتقال إرهابيو الأزهر بمجرد وصولهم لأي دولة أوروبية وعرضهم على المحاكم الدولية والحكم عليهم بأقصى العقوبات واعتبارهم مجرمو حرب. سؤالي، كيف يمكننا إيصال الرسائل ورفع الدعاوى على شيوخ الأزهر في المحاكم الأوروبية؟ شكرا لك. شكرا لك أخي جون، أنا كثير بتشكرك على طرح الأسئلة. على كل حال أنا بدي راح أتصل بالأخ، بس دقيقة، الأخ سالمان هاتن. أين أنت يا سال؟ وراح أطرح عليه السؤال هذا كمان وراح نجاوب على السؤال سوا يعني. هلو ألو سال، كيفك؟ أخي سال، نحن هلا الأخ جون كان عم بطرح سؤال بصراحة، فقلت له راح أجاوب عليه أنا وأخي سال، راح نجاوب عليه سوا السؤال هذا. إنه منظمة الأزهر، هي الأزهر ممكن نعتبرها إرهابية، كيف بدنا نوصل الفكرة هاي إنه الأزهر هو مصدر الإرهاب، هو إرهابي، وبدل ما يستقبلون البرلمانات الأوروبية لازم يعتقلوهم بسجونهم. فكيف بدنا نوصل صوتنا، نوصل الفكرة هاي للبرلمانات الأوروبية، للشعب الأوروبي، لكل هالناس هاي، إنه هدول إرهابيين، ما هن طلاب سلام يعني. مساعدة الكل صديقي، مساعدة الكل، إحنا الموجودين بالخارج ومن الداخل، أهم شيء الداخل يتكلموا. ها حبيبي؟ طبعا. اسماعيل مش مقصر صراحه، بدهم بيتحركوا. عندنا الدكتور خالد الشامي هون، دكتور معروف في واشنطن، مجدي خليل، جست بوست. يعني انا ضد فكره السكوت. انا على البرنامج ولا انا على الهواء ولا انت على الهواء مباشره انت؟ ف لا ما ادري حبيبي، انا مش عارف. لا ولا يهمك، ولا يهمك الاخ. تحياتي اولا للجميع. انا اكيد 100% يعني 100% ضد فكره الخشوع او الخنوع او الركوع او التخوف، مع احترام الشديد لكل ملحد داخل ساقطين تحت الاحتلال الاسلامي. لا أو أي فكرة الخشوع. في أدنى مثل أعلى إسماعيل والبط الأسود وكل البطوط اللي ظهروا معه، وأحمد حرقان وغيرهم. الأخ مبارح من بغداد، وأخواننا من تونس. ونقطتي ذكرتها في الحلقة تبعتي also. ضرورة الحركة، فتح جروب مغلق ويدعم جروب سري. فكرتي الرئيسية يا أخي ويا أختي، أي مستمع، يا مواطن، يا إنسان، أنت تعيش هنا لحياتك، هاي أنت لا تتنازل عنها.
اذا تنازلت عنها خلص it's your fault. يعني خطائك انت it's your fault. اما تقاتل في سبيل حريتك او يعني اسف بس احرص you don't need to talk anymore. بالضبط بالضبط. Yeah. So, ذكرتها كمان انه الحريات تؤخذ ولا تعطى. بالتأكيد. الجوامع الموجودة جنبكم هي ثكنات عسكرية للسيطرة عليكم. فأنيوي احنا اللي نقدر نساعد من برا وجاي دو ات ان ماي جروب. انا جروب ما يعني الجروب تبعتي صار 38,000. دائما انا ضد المهلكة العربية السعودية واللي يعرفون نص امريكا يعرف على السعودية الان عن طريقي. وراح اضيف الازهر. بس الشباب الداخل لازم يتحركوا ويعنكم سلاح الانترنت. في عندنا اصدقاء هون يعني ضروري نبدا نتواصل معاهم ويعني نبدا نفضحهم. بس في اوسو بدنا يعني التوقيعات من الداخل انه في ارهاب. العالم يعرف برا انه في ارهاب. فاحنا خلصانين من عنده. ما يحصل عندكم في الاذاعات المهجوره الاذاعات الشعير الإسلامي كله كذب. المؤامرة الغربية ومؤامرة اليهود والنصارى هذا كله كذب. الحقيقة الناس يعني قرفت من الإرهاب الإسلامي وهذا شيء نحسه ونشوفه يوميا بفضل طبعا إخواننا المسلمين الإرهابيين. يعني مو محدش عم يتهم. عفوا بعدك معي جان؟ طبعا معكم عم بسمعك تفضل. فالفكرة الأولى أنا بدي صراحة بدي أطرحها للكل. تحية كل إخوان الداخل. أنا يعني أحني رأسي لهم. يعني دس أشجع ما يكون. لكن ضروري تبدي تتحرك. أعمل جروب. يعني لا حاجة للتسمية الإلحاد هنا. أعمل جروب مغلق. جروب سري. تعرفوا على بعضكم لما تتأكدوا من ولاءاتكم لبعضكم ومن الثقة بالنفس. أو الثقة بالآخرين انتقل للجروب السري. هيك تبدأ الحركة هيك لأنه محمد المعتوه كان واحد معتوه شاذ جنسيا قرفان في الصحراء يبيع سكاكر باع متجول جمع بليون واربعمائة ألف. Why can't we? بالضبط. Okay, so also النقطة هاي انطرحت يا جان في حلقتنا وكان حبيبي نيكولا يحكي انه الحركة بطيئة. يس بطيئة لانه الاجرام الاسلامي عاتي جدا قاسي. صحيح. فالاخواننا كلهم يعني الانسان بصورة عامة. اما تعيش حر او تعيش كعبد انت تقرر. بمناسبة هذا الامر وذكرتها كمان سابقا. قال رئيس امريكي سابق انه احب الحياة الحرة الصعبة ولا العبودية السهلة. بصراحة فكرت فيها واي يعني لماذا هو قال هذا الأمر. فلما زرت بيت الرئيس السابق مؤسس أمريكا زرت بيته في واشنطن عرفت الحقيقة. لأنه من إيش هذا المثل في العربي فاز باللذات من كان جسورا. لأنه قصر جورج واشنطن هو يعني شخص هو قصره على البحر بعدة طبقات وجنن وبيت العبيد غرفة في الحديقة غرفة واحدة صغيرة بها 12 فراش للعبيد تبعته. فالعبد رضى انه يعيش هذا. في ناس ثاروا على هذا الامر واخذوا حريتهم. اللي خنع خلص. هذه امثلة لازم تضرب. الاسلام ما اخذها بيوم وليلة. اخذها بسنين وصار فعلا 1400 سنة. وللأسف الشديد يعني في عنا مثل بيقول يا فرعون مين فرعنك؟ قال ما لقيت حدا يردني. فلما كلنا نوقف بصوت واحد بإيد واحدة ما أظن هالخرافات والخزعبلات والبهاليل هدول يقدروا يسوي شيء يعني. صحيح. ذكرت قبل شوي المثل تبع القردة والموزة. It's true. يعني صحيح هذا المثل صحيح جدا. وهذا اللي صار بالعالم الإسلامي. صاروا المسلمين الضحايا يضربون اللي بده يدافع عنهم. بالضبط للأسف الشديد أخي. في كمان وقت ولا؟ لا تفضل وقت مفتوح. فأنا أحكي أنت على البداية حضرتك
جاري، وانا تعرف احترمك كثير. تسلم تسلم حبيبي. انا مواقفك الشجاع وبرنامجك برنامجك الجريء. في بداية الحلقة رفضك لهذا الدين والتعاليم السيد الوالد لانك ولدت حرا يا حبيبي. يذكرني واكشلي طفولتي تذكرني بطفولتي، بس لكن والدي لم يكن متدينا. والدي كان اول ملحد تعرفت عليه في حياتي. انت محظوظ. Yes. But also يعني صراحة انظر الآن يعني لما أشوف دول المسلمين، أنا يعني حربي مع الإسلام مش لا اليهودية ولا المسيحية ولا الهندوسية، خليهم على جنب يعني I have some respect to them ما دام هم محترمين ومحترمين حقوقي. الإسلام لا يحترمني ولا يحترم حقوقي، وبده يقتلني ويقتل الشعوب كلها. فأنت حر ولدت حرا يا أخي، لهذا السبب رفضت هذه الأمور. أما منظر الركوع والسجود it's مهزلة يعني they stupefying themselves، يعني يستغبون أنفسهم بهذه الحركات الهبلة. صحيح صحيح صحيح. ولدت حر يا حبيبي، ممكن تأخذ حياتك كلها بحرية، واللي بده يتنازل عن حريته يعني هذا أمر واحد، الأمر يكون إله. ممكن تكون قائد جان، أنت تحركت وعملت هاي الحركة الآن، إسماعيل تحرك وعمل حركة الآن، ممكن غيث من بغداد والأخ سامي ومن تونس وأخو جان الفلسطيني حبيب قلبي لازم يرجع يتصل بي جان الفلسطيني، ممكن تكونون أنت القادة القادمين، ممكن أنت اللي تدوسون على رأس قثل بن عبد الله. وبمناسبة بدون ما نكون قادة يا أخي، بدون ما نكون قادة ولا بطيخين، يعني نحن راح ندوس على رأسه ودسنا يعني هو بس دقيقة واحدة. ممكن تكون البذرة الأولى أخي سال، أنا يعني بصور الإله تبع قتم هذا وهالشلة هاي، هو الخوف. هالخوف هذا نحن دعسناه تحت أقدامنا بصراحة، يعني نحن دعسنا الخوف. إلههم هو الخوف، إلههم هو الخوف، ونحن دعسنا إلههم تحت أقدامنا. يعني الإله هذا الخوف اللي مسمينه إله، نحن دعسناه تحت أقدامنا وما لنا خايفين من أي شيء. نحن أحرار، ولدنا أحرار، وما بتمنى أبوت غير حر فقط بس. Exactly. يعني عش حرا أو أو موت حرا، يعني ما في اختيار ثالث. وذكرت قبل شوي جان العقاب الهائل اللي صوره إله الإسلام. أنا أعتبر إله الإسلام في أعلى فخذي محمد وجنونه. سو لا يوجد إله، هو يعني ذاك المعتوه نفسه يعمل إله وقرآن هذا الكريم. سو العقاب هذا الهائل يعني حتى يدخل بعقلية هذا الناس البسطاء إنه في إله اسمه الله حاط شواية في السماء ويشوي يدخل الخازوق ويقلي وما أعرف شو، يا أخي جنون. I think واجبنا لازم نصحي ناسنا نوعيهم. ودائما أشد عليك على إيدك again حبيبي، وتحياتي لإخواني، وراح أنهي مكالمة بتلاوة مباركة. تفضل. تحب أذكر تلاوتي المباركة؟ تفضل تفضل. والله أحب أن أصلي وأسلم وأبارك على سيد المرسلين، سيد المرسلين أول وآخر الأنبياء، العقل البشري. وأقول لك يا أخي يا أختي، لا إله ولا الله ولا قثم ابن آمنة رسول من عند الله. فعقلك يا أخي المؤمن، عقلك يا أخي الإنسان، عقلك يا أخي الحر هو مخلصك. بالضبط. مرة أخرى أشكرك صديقي. أشكرك سال. على كل حال الأخ جون الفلسطيني كتب لي، أنا يشرف لي التعرف على سال، ويا ريت تعطيه سكايب تبع أو أنت تعطيه سكايب. على كل حال أنا رح أعطيكم اثنين أتكون سكايبات بعضكم فبعد الحلقة طبعا أكيد. يعني لازم إذا نظل نحب نتواصل مع الشباب الموجودين اللي تقريبا 25 الآن واللي بدهم يسمعونا، بليز خليني نتواصل جوجل بلس سكايب أو فيسبوك. في فيسبوك. على كل حال انا ممكن يعني ابعت لك الفيسبوك تبع الاخ جون او ابعت له فيسبوكك، يعني ما في مشكله. على كل حال انا
بس اخلص الحلقه اكيد يعني راح اعرفكم على بعض، ومين مين حابب يتعرف على الثاني من خلال برنامج اهلا وسهلا يعني. شكرا لك. شكرا لك اخي سال. في عندي الصديق دانيال، هو بالويت ليست. انا اسف كثير دانيال، انا راح اتصل فيك مباشره واسف كثير يعني. كابتن دانيال لك، وينك حبيبي؟ مساء الخير حبيبي جون، ومساء الخير لك. مساء الخيرات لك، كيف كان؟ تسمعني؟ بسمعك، تفضل. يسعد لي مساك حبيبي جون، تسلم تسلم. المستمعين والمشاهدين، لانه في ناس عم تستمع بالصوت وفي ناس عم بتشاهدك. اكيد حبيبي جون، وبادئا بحب اعتذر من جميع المشاهدين على المداخلات اللي حصلت. نحن عندنا على اليوتيوب في شيء اسمه رهبه المداخلات او رهبه كلام على الهواء، فالأغلبية ما وجهوا تحية للمشاهدين، بما أنه نحن مقدمين برامج ومنقدر هذا الموضوع، فنعتذر على الخطأ اللي صار من المداخلين وذكرت السبب. بداية إذا بتسمح لي بالوقت بدي أحكي 3 دقايق وحفل دوري، ما حطول خي جان. الوقت وقتك وخذ وقتك عن برنامجك دانيال. حبيبي خي جان، إذن خلينا نرجع لبداية الحلقة، كانت بدايتها رائعة وجميلة بالتعريف اللي تفضلت حضرتك فيه وعرفته، ألا وهو أنه نحن فرض علينا أمور. هذه الأمور نحن وقت لولدنا أو وجدنا بهذا العالم وجدناها يعني متصلة فينا أو موجودة فينا، إذا كان اسمك محمد ولا اسمي محمد أو اسم الصديق الآخر محمد أو علي أو عمر، هذه أمور نحن ما اخترناها. هذه رسالة بس لمشاهدين قناة الجعر بالإلحاد، فهذه أمور نحن ما اخترناها، قمنا بالتغيير لاحقا، والتغيير سببه أنه عم نحاول نعدل بأفكارنا، عم نحاول نفرض أو نرفض سوري فكرة أنه إنسان يفرض علينا شيء حتى لو كان أب أو أم. اليوم في بعض الأمور الغريبة اللي عم بتصير، وقت اللي بشوف أنا إنسان بقول لك أنا خايفان أجهر أو خايفان أطلع حتى ما خوف البابا والماما أو أمي وأبي باللغة العربية، بينما إذا هو حب إنساني مستعد يزعل أهله، يعني سوري كلامي شوي بده يكون مزعج للملحدين، بس هيدي الحقيقة. نحن عم نعيش حالة شوي ضعيفة، المفروض ما نكون ضعاف، المفروض نكون أقوياء. اليوم أنت إذا بتحب وحدة مستعد تعادي أمك وبيك وأختك وخيك كرامتها، ومستعد تعمل العمائل كرامتها، ومستعد تخطفها وممكن تقتل لأجل هذا الموضوع. كرامة شيء اسمه حبينا إنساني، حبينا فتاة. أما أفكارك المقدسة، اليوم أنت بتحمل أفكار، كون أكيد أنه أفكارك مقدسة، المفروض أنك تقاتل لأجل هذه الأفكار، ولو أنه كان قتال بالكلمة. نحن اليوم، أنتوا اليوم متكلين على الآخر، أنتوا اليوم متكلين على جون، ما تزعلوا من كلامي، اليوم متكلين على جون بأنه جون عم يطلع صوت وصورة ويقدم لكم برنامج، أنت قاعد وراء الشاشة عم بتشاهد، المفروض أنت أيضاً تآسر مع جون. يعني الرسالة جان صديقي أعمق وأكبر من موضوع أنه أنا بدي أطلع أحكي على اليوتيوب، شوفوني عم بحكي على اليوتيوب. الموضوع عميق جدا وكبير جدا، اليوم في ناس عم تقتل بسبب هذه الافكار. صحيح. نحن مننا قلي يا جون، نحن مننا قلال، نحن كتار، وهذه حقيقه. اليوم انت عم تنزل فيديو بعد نص ساعه بيكون عدد الفيديو 1000 مشاهد، يعني في 1000 مشاهد على قناتك موجودين، و1000 هنيك و1000 هنيك، نحن كتار مننا قلال، عددنا كبير، المفروض يكون التحرك على مستوى اكبر واوسع، والتوقف عن الخوف. ما حدا حيقتلك لك، امك بتحبك، بيك بحبك، ما حيقتلوك. كون شجاع، بمعنى كون شجاع بأفكارك. أنت عم تحمل أفكار، هرجع كرر وحضل أولى ذكر المقدسة، أفكارك أنت عم بتحطم أساطير وعم بتحطم أصنام فرضت عليك، مثل ما ذكر الأستاذ جون ببداية الحلقة. سوري إذا اللهجة شوي انفعالية لأنه عم نعاني. ولا يهمك، تفضل خذ راحتك دانيال، خذ راحتك جان. أنت بتنزل بوست بيجي عليه 100 لايك، عليه تعليقين مهزلي، بوست عليه 100 لايك عليه تعليقين، ليش؟ يعني بدي افهم ليش. يعني ما في امور كمان، يعني انت اوقات بتوصل لحالها، انا بحيي فيك شجاعتك وبحيي فيك استمراريتك بالموضوع، بس انت كمان في طاقه عندك بالنهايه بدك تتحملها، انه انا عم حاول وصل فكره، المفروض المشاركات اكبر. اليوم عندك على قناتك 57 فيديو، ما في حدا عامل مشاركه للفيديو تبعك، سوري يعني معروفين من اللي بيشاركوا هذه الامور. المفروض جون تكون الرحله اكبر. وهلا صديق طرح سؤال، كيف فينا نكشف الازهر؟ ما بيعنينا موضوع الأزهر بأوروبا، اللي بيعنينا نحن مجتمعنا العربي الغارق بوحل الدم والقرف والتخلف. إذا بتشوف حالة مصر وحالة العراق،
مثل هذا مقتدى الصدر حاكم بالعراق اليوم مثلا، عم بعطي مثال سريع، هذا الرجل بيقول ما في حكومي، يعني ما في حكومي جان، انتهى الموضوع. رجل ما بيفهم، اذا بتسمع كلامه ما بيعرف يصيغ كلمتين على بعض، هذا الانسان متحكم باربعة خمسة عشرة مليون بني ادم، نتيجة الجهل والتخلف. اليوم انتم مطالبين، كل مين عم يسمع الحلقة، كل مين راح يسمع الحلقة لاحقا، هو مطالب بانه يشجع هذه المسيرة جان، والتوقف عن شيء اسمه الاختباء والاتكال على فلان وفلان. فقط انا هذا اللي حبيت وصله. والنقطة الثانية، خلونا ننطلق اكثر ونكون واقعيين اكثر مع نفسنا ونصارح اكثر. اليوم جون اهله بيعرفوا انه هو ملحد، انتهى الموضوع. واليوم انا اهلي بيعرفوا انه انا ملحد، والكثير من اللي عم بحطوا فيديوهات لهم على اليوتيوب. مش حالي مميز، نحن ولا اهلنا مميزين، اهلنا مثل اهلكم، انما نحن فرضنا عليهم الامر الواقع، وهو خلص هيك الامور انتهت. اللي بدكم يعملوه، بده يطردك من البيت، بده كذا، بده في افكار جون، يعني ما في شيء يعني بيستحق الموت الا فكره الانسان. امك بكره بتفل، اختك بتفل، خيي بفل، بيي بفل، ابني بفل. الذي يبقى جان هي الافكار، هذا الشيء مقدس لازم يكون عند، يعني عندنا نحن كملحدين اليوم هذا الموضوع مقدس صديقي. بتشكرك على الفرصه الحلوه وهم سريع على اللهجه الانفعاليه. ولا يهمك ولا يهمك، وحقك يعني بصراحه دانيال، حقك يعني هذا مثل ما قلت انت، يعني صار وقتها، انتهى يعني خلص، يعني اذا ما حكينا يا جماعه بدنا ننداس. جان نحكي واقع، نحكي واقع، نحن اقوياء بالعلم والمعرفه ومتسلحين بنصوص بتخرق هذه الافكار وبتدمر فكر الاخر. المفروض نخاطب وننطلق شوي شوي. انا ما جيت لعند البابا قلت له مرحبا بابا كيفك، قال لي اهلان يا ابني، قلت له انا ملحد، ما هيك تعطيت معه. انا جيت ناقشته بالنصوص، يا بابا في نص عم بقراه انا حتى نوصل الفكره جون، بالنهايه انت عم تتعاطى مع شيء مقدس للاخر. بابا في هالنص شو موضوع؟ بابا في هالنص موضوع. اكتشفت جون بعد 3 اشهر بي صار ملحد مثلا سبقني على الالحاد يعني. فالفكره لازم تكون شوي يعني انه ننطلق بقى جون، حرام اللي عم بيصير، وحرام هذا اضاعه الوقت اللي عم بيصير. في ناس اصبحت اتكاليه كثير، حرام يعني. ما نحن مثلنا مثلكم يعني، نحن حالنا من حالكم، مثل ما انتم خايفين على ارواحكم، على صار حياتكم نحن ايضا خايفين على حياتنا، انما نحن عم نحاول نشجعكم اكثر. وبرجع بكرر اسف يعني، وكمان مره بكرر اسفي على اللهجه الهجوميه، بس يعني نحن بحاله مخنوقه، معروفين من اللي على اليوتيوب عم يطلعوا يحكوا. اذا ما بدكم تطلعوا تحكوا، ما بدكم تكونوا مشاركين بشكل اكبر، هيدي الفيديوهات لكم يا جماعه. هذا الزلمه جان عم يعمل فيديوهات كرامتكم، خذوا هالفيديوهات انشروها هون، انشروها هون، قطعوا الفيديوهات، مقطع عجبك شارك اصدقائك فيه، خبر الناس. هلا انا اوكي سلفا يعني دوجي بعرف انه الناس عم بتشارك واو، انما المشاركه خجولي جدا 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 صراحه. يعني انا بشوف شخص حاطط فيديو لهيفا والى احلام، وفيديو سوري يعني صوره لاحلام وصوره لواحد وحده ثانيه عم بيقول معقول احلام يعني احلام؟ يا خيي خد صوره جان برو وحطها، وحط صوره وحده ثانيه، لو بالمزح قول بس وصل الفكره يعني دوجي، وصل الفكره، حاول انك توصل الفكره، تعرف الناس بهذه الافكار. فقره جان انا هذا موضوعي شوي يعني، صار لنا اربع ايام مضغوطين ضغط عجيبه بجروباتنا، عم بنشن هجوم علينا، وحتى في مستلحدين، في ناس خارقه صفوفنا، داخله بيناتنا خارقه صفوفنا. للاسف الشديد، للاسف الشديد، للاسف الشديد، هاي يعني نقطه كثير مهمه، انه في مستلحدين واندال يعني دخلوا جوا بين الملحدين وعاملين حالهم ملحدين، وهن بعكس ذلك نهائيا. صورتنا عم بيشوهوا صورة رموز، يعني ما في عنا رموز، نحن ما عنا حدا كبير. مو في رموز، لكن في ناس معروفة بتطلع بتحكي عن هذا الفكر. هلا مثل امبارح لقيت بوست مثلا عن أحمد حرقان عليه السلام، أنا بحبه هذا صديقي، لقيت بوست عنه بأحد الجروبات يعني سلام الله تعالى عليه، بأبي وأمي فديته نفسي يعني، حاطين صورته لأحمد حرقان، إنه أحمد حرقان إنسان نصاب وطرد من المسجد لأنه كان عم يسرق من صندوق الزكاة. أنا بوجهي بعرف إنه هذا كلام كذب ونفاق، بس المشكلة اللي ناشر هذا الكلام كان ملحد يعني، ضوالي راسي يعني، وهلا بذكر اسمه على هوا، رحت لعنده على الخاص، شو عم تعمل؟ شو عم تنشر؟ قال لقيته لهذا البوست، قلت له شو لقيته هذا البوست يا بني آدم؟ حقي. فهذا كان كل شيء جون حبيبي، بتشكرك على المداخلة. ولا يهمك ولا يهمك، أنا بتشكرك على المداخلة، وبشكر وقتك يعني، والكلام الذهب اللي حكيته أخي دانيال. حبيبي خيي جون، ميرسي كثير لكم، وكمان مرة بعتذر من الجميع، وبتمنى لكم التوفيق، وبرنامجك برنامج رائع، أنا بحبش المدح حتى بتعرف أنا خبط لزق بحكي. تسلم تسلم. وهذا صدقاً امبارح بالجروب في ثلاث أشخاص
اشخاص كنت عم بحكي معهم وتعرفت. تفضل اخي جون. تحياتي حبيبي. اهلا وسهلا اخي جون. اسفين يعني ما قدرنا نودع الاخ دانيال فالاخ جون طلع مباشره. تفضل اخي. صح، تحياتي لك ولجميع الاصدقاء. طبعا انا كثير اسف لان هذا الاسبوع كنت كثير مشغول. ولا يهمك ولا يهمك. ما قدرت انه اتواصل معكم لان كان في راس الكوريا وكان في كثير يعني الجدول كان مزدحم، بس اليوم رجعت وياكم. والاخ الاخر شخص ما بعرف نسيت اسمه، تحياتي له، بس قال انه شيخ مقدس او عن مقتدى الصدر اظن يعني. فما في شيء شخص مقدس، الانسان هو المقدس، العقل هو المقدس. صح. ما في شيخ او اي شخص، الانسانيه هو هي المقدس الصحيح، كل شيء. واتمنى انه ترجع تسوي لقاء مع الاخ ابو رياض واحمد حرقان واسماعيل، لان عن جد بدي يعني نكون مع كلنا سوا يعني. اكيد اكيد. اشياء جديده، وكمان نبينا سامي الديب كمان بكل تاكيد تحياتي له. وبقولكم صرت مصري. ولا يهمك. كلياتكم اتمنى لكم التوفيق وننتظر حلقات جديده. تسلم حبيبي. تسلم جون، وشكرا كثير على اتصالك. طبعا انا في معنى اتصال راح اتصل بالاخ ديفيد، فبتمنى اشوفه. هلا ديفيد، ديفيد اين انت يا ديفيد؟ الاخ ديفيد، بس دقيقه واحده وصلنا ديفيد. تعال بقى يا ديفيد. الاخ ديفيد طبعا راح يكون معنا باليوم الجمعه في حلقه حول موضوع اللاجئين. بتمنى بس اذا ساعدني الاخ ديفيد يتصل هو فيني. الاخ ديفيد هو اتصل. شكرا كثير اخي ديفيد، يعني انقذتني، كنت عم بدور وين صار ما عم بلاقي. تفضل اخي. كيفك؟ تمام تمام. تاخير بالصوت. تمام تفضل اخي. كيفك جان؟ تحياتي لك لكل المتابعين للبرنامج، الحلقة كانت حلوة كتير اليوم. أهلا وسهلا فيك وشكرا كتير على تشجيعك يعني. حبيبي جان. جان أنا لافت نظري في فكرة بدي أقولها بالنسبة لقصتك أنت كملحد. تفضل. يعني والحدث على صغر وأنت وصغير. أنا بدي أقول شغلة، هلا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمسيحانه أو ما بعرف يمجسانه أو يسلمانه. الفطرة هي أنك تكون ملحد، ما في شيء اسمه فطرة تكون مسلم. بالضبط بالضبط. فأنت وأنا وأي شخص ولدنا بطريقة الفطرة العادية، وما تعرفنا لا على الله ولا الملائكة ولا القصص هي والشيطان وكذا، إلا من خلال أهلينا بنفس طريقة وتعرفنا على سوبرمان وعلى بابا نويل و هيكينا أخرى. فيعني بس يوصل الانسان لعمر الريزنينج بيسموه، للفتره اللي بلش يتساءل فيها. وعلى فكره كل الناس، انا وانت واي شخص، بحس بفتره المراهقه بيمروا بهي الفتره اللي بيسالوا فيها على حقائق هدول الامور. لكن الغالبيه من الناس بيتم قمع يعني او تسكيتنا بهي الفكره، لا تفكر بهالموضوع، هذا موضوع اكبر من دماغك وهكذا. هلا اللي بدي اقوله شغلتين اساسيات. هلا اول موضوع انه اللي كانوا عم يحكوا فيه الشباب قبل، مثل في واحد اتصل فيك انه انا بدي اعلن عن الحادي لكن انا خايف هذا الموضوع. هلا شوف شغلي، رجال الدين كلهم عموما ما لهم مكتسبين اي نوع من القدسيه الا القدسيه اللي نحن بنعطيهم اياها. يعني اذا انت بتحكي مع اي شخص عم يحكي بالكلام الخرافي وبهي الامور السخيفه، هو شخص فارغ عمليا وما بيكتسب اي هاله الا الهاله اللي بيعطيها المجتمع والناس المحيطين فيه كرجل دين له.
بكل اسف نحن كملحدين ما في عنا بالفور اللي يعمل لنا وعد بالفور يعطينا قطعه ارض خاصه فينا ونعمل دوله فيها. يعني لو انه انا شخصيا اتمنى لو وجد بالفور الملحدين ويعمل لنا هذا الموضوع يريحنا من هالقصه، لكن يبدو ما في. فنحن مضطرين انه نحن اللي نخلق ارضنا بالواقع تبعنا. طالما نحن ماشيين اليوم واضح تماما انتصار العلم وانتصار المنهج العلم التجريبي اليوم بالقرن الواحد وعشرين اللي عايشينه، واللادينية عموما بكل أطيافها بغض النظر عن المصطلحات والمسميات، هي الديانة إذا بدك تسميها أو المعتقد الأكثر انتشارا بالقرن العشرين إحصائيا، طبعا بدون ما أفوت بالإحصائيات، لكن هو الأعلى بما لا يقاس في جميع الإحصائيات. واللذيذ بالموضوع أنه هو الأعلى نخبويا بنفس الوقت، يعني جميع النخب العلماء والفلاسفة والمفكرين على الأغلب ينهجوا نهج اللاديني. فالموضوع ماشي. أوروبا ما صارت أوروبا اللي نحن بنعرفها إلا لحتى صارت أوروبا العلمانية، وأي شخص عايش في أوروبا بيعرف هذا الكلام مظبوط. هي ليست مسيحية أنيمور، يعني إلا هي دول علمانية. هلأ دولنا العربية نفس الشيء، بدنا نمشي بهي الفترة الانقلابية ونحن هلا عم نبلش فيها. نحن اليوم تماما عايشين بعصر النهضة اللي عاشته اوروبا قبل 300 سنة. في اشخاص بدهم يكونوا هن الناقلين، بدهم يعيشوا هذا الفترة، هذا الجيل اللي بده يعمل النقلة، وشئنا ام ابينا يبدو انه فرض نحن الجيل اللي حنكون نعمل هذا الشيء. فرسالتي لجميع الاشخاص اللادينيين او الملحدين او الاجنوستيك او واتسو ايفر، ما تخاف لحنا كتار، وصدقني لحنا كتار اكثر ما نتخيل. يعني انا كنت ملحد او لاديني من قبل ما اتعرف على الفيسبوك والجروبات وهي الامور، كنت فكر انا لحالي اللي عم فكر بهالموضوع. بعد شوي اكتشفت في 2 في 10 في 50 في 100 في 1000 واكثر من 1000. فلحنا كتار كثير وكتار نخبويا، يعني كل ما طلعت انت من النخب المثقفه بالمجتمع حتلاقي اتجاه اللادينية، وكل ما نزلت بالنخب الأقل ثقافة حتلاقي الاتجاه الديني. هذا الشيء واضح وملموس مو بس مجتمعنا الشرقي. هلأ موضوع مخيف بالنسبة لأي شخص بده يعلن عن إلحاده أو خروجه من بوتقة الدين أو الثقافة اللي عايش فيها، سواء كان مسلم أو مسيحي شرق أوسطي. لكن صدقوني هي الرهبة من الموضوع أكبر من 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 الواقع اللي بتعيشه. مثل ما كان عم يحكي دانيال قبل شوي، يعني انا شخص بعتبر حالي خرجت من الاسلام من اكثر من 11 سنة، ملحد بشكل رسمي من 6 سنين تقريبا. طبعا تتذكر حكيت لقائي السابق معك قصتي الطويلة. صدقني هدول السنوات هن اكثر سنوات خسرتهم بحياتي، بانه انا عايش بوشين وكنت خايف كتير من ما يسمى صدمة انا ملحد، اخسر شغلي، اخسر عائلتي، اخسر كذا، اخسر كذا. شوف اخي، وقت اللي انا صرت ملحد انا تفاجأت من ردة الفعل اللي اجتني من قبل جميع الاطراف، انه كان في كتير نوع من الاحترام، علما انه يعني قلت لك انا المحيط تبعي كان جدا متدين. يعني صار وقت بحكي انا بيحكوا معي بيحترموا انه هذا الشخص صار مثقف، هذا شخص إذا بدنا نحكي معه بالأمور الخرافية والدينية بيحسوا بنوع من الخجل، إنه هن يعني عم يحكوا بأمور مخجلة، أمور مثل السوبرمان ومثل بابا نويل وعم يفكروها هي حقيقة. صدقوني الموضوع كانت لا يستأهل العشر سنين اللي أنا عشت خايف فيها. كثير من المرات كان يعني اللي حفزني أكثر على إني أجهر بإلحادي بالتعبير اللي أنت مستعمله بقناتك، موضوع انه يعني حس انه انا صرت على حق، انا مكتشف الحقائق ومكتشف الباطل اللي الناس عايشه فيه، وبنفس الوقت انا مضطر اني وافقهم على الباطل. طيب هن يعني الموضوع يشبه تماما اذا انت عندك ابنك الصغير ومصدق انه في سوبرمان ومصدق انه بابا نويل شخصيه حقيقيه، وانت كرمال ما تجرح شعوره وتقول له سوبرمان قصه خرافيه انت عم تسايره وتقول له قصه حقيقيه. اكزاكتلي ذا سيم الموضوع مع الكبار وموضوع الاديان. يعني انا العشر سنين او الـ11 سنه اللي قضيتهم بوشين عايشهم يعني كانوا جدا خساره، والرده الفعل اللي اخذتها بعد ما اعلنت الحادي كانت لا تستاهل اني انا اتردد 10 سنين. اللي بدي اقوله لجميع الاصدقاء نصيحتين.
اساسيات. انتو بهمني شغله اساسيه، اللي بده يخرج عن الدين يخرج عن الدين عن قناعه. يعني في اشخاص بتقلك انا صرت، اجتمعت مع شخص قال لي انا صرت ملحد وبعدين ما اقتنعت بالالحاد صرت مسلم. قلت له صرت مسيحي، سوري، هو مسيحي الشخص. قلت له طيب صديقي شو قصتك؟ قال اكي مات اخي، انا حقدت على الله لانه قتل لي اخي، وبعدين ما بعرف صارت معه شغله كويسه، قام حب الله لانه عمل له شغله. هذا موضوع طفولي، هذا مو اسمه لا ديني ولا كذا. بدي الجميع اللي قروا التاريخ، قروا الديانات، قروا فكروا، مجرد تعرفوا على العلوم، تعرفوا على الانثروبولوجي بغض النظر، بس اقتنعت تكون واثق من حالك. اهم شيء تستقلوا ماديا عن اهلكم، هي نقطه اساسيه. اطلعوا من انتو صغار، صار عمرك 20 سنه، اطلع اشتغل اي عمل، اطلع من اللكشوري تبع البابا والماما، لانه طوال ما انت، يعني في مثل انجليزي بيقول لك يو ار اندر ماي روف يو ار اندر ماي رول، يعني انت تحت سقفي انت تحت قوانين. هذا قانون واضح، وابي كان يتعاملوا معي من انا صغير. فاي شخص بس تحسن انت، اطلع عن اهلك، اشتغل اي عمل، سافر، اي فرصه سفر اجتك، اخرج من القوقعه. ما ضروري اذا اهلك مثلا ممكن تجرح مشاعرهم، لا تقعد تقول لهم اخي ملحد وضد الله وضد كذا. اذا ابوك عمره والله 60 سنه او 70 سنه ممكن تسبب بوفاته بصدمه، او والدتك، هن بيحبوك. ما في اب وام بيكرهوا اولادهم، هي خدوها قاعده بعلم النفس، هي القصة مثبتة تماما، ما في مجال لأنه أثبتها حاليا. لكن لا يوجد أب وأم بيكرهوا أولادهم قد ما أنتوا عملتوا. ما في أب وأم، يعني أو حالات نادرة اللي ممكن يقتل ابنه أو يقتل بنته. هذا موضوع نسو، حيزعل منك مثل ما قال دانيال، يعني أنت كرمال بنت عم تزعل أبوك وأمك وتحاربهم لتتزوجهم، فأنت كيف كرمال مثلا يعني مستقبل أجيال؟ يا جماعة اللي عايشينه نحن بالوطن العربي اليوم، هذا مسؤوليتنا. أنا دائما بقول وبلوم كل أصدقائي السوريين، أنا كشخص ولدت بسوريا، بقول لهم الوضع اللي وصلت للحرب والحالة بسوريا اليوم هي مسؤوليتنا لحنا كمثقفين، وقت لحنا سكتنا، وقت لحنا كعلمانيين تهمشنا، لحنا اللي تركنا الغوغاء ينتشروا بهذا الشكل بالمجتمع ويعملوا هذا الخراب اللي عايشينه بالشرق الأوسط اليوم. هي أنتوا، هي المسؤولية اللي تطلعوا عليها. ما تطلعوا على مشاعر مثلا البابا والماما، يمكن يزعل مني شهر وشهرين وثلاثة بعدين خلص يراضيني. ما ضروري كل ما شفت أبوك وأمك وأخواتك تعمل لهم قصة الدين وكذا، إذا أنت كتير خايف على مشاعرهم، لكن كن مستقل عنه. وبنفس الوقت أنا إلي حياتي، أنا إلي أفكاري، أنا إلي الأشياء اللي بديها. بعطيكم كل احترامكم، أنا شخص أهلي كتير بيحبوني كتير بيحترمون. أنت دائما احترم أهلك، احترم أبوك وأمك، ورجيهم أنه أنت لو طلعت من بوتقة الدين، الدين ما خصه بالأخلاق مثل ما دائما بيقولوا، اثبت لهم هذا الشيء، ورجيهم أنت بتحبهم، ورجيهم عايدهم بالعيد، زورهم كل أسبوع إذا أنت ساكن برا بيتهم، أعمل هاي الأشياء صدقني حيحبوك. ما في أب بيكره أولاده. يعني يمكن حفنة كتير قليلة من أهالي المشاهدين اللي هلا عم يسمعوني هن كتير يعني بدائيين أو غوغائيين لدرجة بيطالبوا بقتل أولادهم، حفنة جدا لا تذكر. صحيح. الباقية كلياتهم هن الناس مستعدين إذا ما تفهموك على الأقل يتقبلوك. أنت ورجيهم كل إحسان، إذا عم تشتغل ساعدهم، سافر برات البلد، بعت لهم هدايا، أشياء هيك، خليهم عم يحبوك. وصدقوني الموضوع ماله صعب. أنا قضيت 11 سنة بوشين، صدقوني اكتشفت انه الموضوع لا يستاهل 11 سنة. صدقوني يعني انا ندمان اني 11 سنة اضطريت اعيشها بوشين كرمال ما زعل اهلي. وقت اللي انا دريو بمواضيعي وبقصصي وكملحد وكذا وعملت قناتي والاشياء هي، يعني ردة الفعل اللي اخذتها ابدا ما كانت متوقعة. بعدين حللت الموضوع وتاكدت انه الاهل ما حيرموك مثل ما قال دانيال قبل شوي تماما. بس انتوا حاولوا، يعني حاولوا تركزوا على موضوع المجتمع، حاولوا تركزوا على، يعني هلا طلعوا افتحوا الاخبار، شوفوا اليوتيوب، شوفوا اللي عم يصيب بمجتمعاتنا، شوفوا الجهل، الفقر، القتل، داعش، الاشياء هي كلياتها، هذا كله مسؤوليتنا نحن. صح. كناس درست، هي هي الموضوع اللي لازم يكون هاجسكم. هيدا الموضوع، في ثوره ثقافيه عم تمشي بالعالم كله، انتو لازم تكونوا ركب فيه. نحن لازم يعني نسرع بمعنى او باخر، اذا نحن مجتمعاتنا العربية اليوم عايشة هي النقلة من الحالة الغوغائية البدائية اللي نحن عايشين فيها للحالة
المدنية لحنا بس مهمتنا وقت لحنا حنعلن عن إلحادنا أو لا دينيتنا أو علمانيتنا بغض النظر عن المسميات. هلا مو موضوع يفوت بالمسميات اللي حنعمله بس عملية تسريع هذا المخاض، بس عملية بدل ما موضوع ياخد 20 سنة أو 30 سنة هاي النقلة تخلوها تصير ممكن بخمس سنين بس. وقت لحنا مبين كتار كتير ما عاد يسترجي يتجرأ، وهدول السافلين والتافين اللي بيطلعوا على التيفيات على القنوات وبيحكوا ضد العلمانية وضد الكذا وبيضحكوا على عقول الصغار، كل ما لحنا كترنا وحاولنا بوعي نوضح للعوام، نشرح لهم العلم، نشرح لهم الساينس، نشرح لهم التاريخ، نشرح لهم كيف فن مضحوك عليهم من قبل اللي أنا بسميه ثالوثة القمع اللي هن سلطة الدينية بالدرجة الأولى والسياسية والاقتصادية، كل ما حسنا نوعيهم بهذا الموضوع بطريقة محترمة لحد حاول تعجل هذا المخاض اللي عم يصير بالمجتمع. أنا بس هي الرسالة اللي حبيت وصلها، لأنه كثير النقطة كانت مهمة وكثير ناس بتقول لك انه طيب كيف جان الحد وهو عمره 15 سنة؟ احنا بالاساس ملحدين، احنا كلنا نولد على الفطرة كملحدين. انت بس عمليا خرجت من مثل ما عرفت بابا نويل والاشياء الخرافية، حتعرف اوتوماتيكيا مجرد تشغل مخك قصص او الاديان وهي الشغلات الثانية كلها. شكرا كثير لك بس هذا الشيء اللي حبيت احكيه وماني حابب اطول اكثر منك عليه. مداخلتك قيمة ورائعة بصراحة أخي ديفيد. على فكرة الأخ ديفيد راح يكون معنا يوم الجمعة الساعة 8 بتوقيت لندن عن بحلقة عن موضوع اللاجئين بأوروبا وتعامل أوروبا مع اللاجئين وتعامل اللاجئين مع أوروبا وكل الأوضاع اللاجئين راح نتناولها أكيد يعني بالحلقة يوم الجمعة. وأنا بتمنى يعني إنه إذا في عندكم أسئلة تحضروها وتحطوها بالتعليقات حتى نقدر يعني نناقشها كمان وتزيد الأفكار مثل ما بقولوا. طيب شكرا لك تفضل. جان لأنه كتير موضوع مهم، الأشياء اللي هلا عم نشوفها بأوروبا اليوم تحديدا هو الموضوع ما له جديد، موضوع كتير قديم بس اللي عم نشوفه اليوم بأوروبا يعني فعلا كارثة، كارثة بكل معنى الكلمة، تستوجب انه نحاول نعمل بس إضاءة بسيطة عليها. صحيح. الاشياء اللي عم تصير، الناس اللي عم تصل على أوروبا بهدف التخريب، بهدف هن كرهانين هاي المجتمعات وعم يعيشوا فيها بهي الطريقة، يعني ضروري نحن نحكي بهذا الموضوع. وأي شخص عنده أي قصة حابب بيحكيها فأكيد يعني بيثري النقاش اللي حنعمله يوم الجمعة طبعا. أكيد أكيد. شكرا كثير لك أخي ديفيد ولقائنا قريب يعني أكيد. أكيد أكيد جان حبيب. أكيد يلا سلام. شكرا كثير إلى المشاهد. طبعا أصدقائي في عندي تعليق من الأخ أحمد كارل بيقول لماذا يقول أن لا أحد يشارك الحلقات؟ طبعا عن دانيال عم بحكي، أنا عن نفسي كل حلقات أشارك فيها. طبعا أنا شكرا كثير أخ أحمد كارل، وهذا بتمنى كل أصدقائنا يكونوا يعني بنفس الوعي اللي عندك، يعني نحن مو بشان شهرة ولا بشان يعني. أنا بتذكر شخص اللي أنت عم تسوي دعاية لبرنامجك، إيه طبعا بدي أسوي دعاية لبرنامجك لكن ما بدي أسوي يعني أنا بشان شو أصلا عم بحكي، بشان أتعذب وأحكي على الفاضي يعني. فالمهم الأخ أحمد عم بيقول أنا أشارك الفيديو بكل الجروبات التي أنا فيها، وأعتقد أن البرنامج الآن واسع الانتشار كمبادرة، لكن أرجو أن لا يغضب من الأخوة الملحدين لأن الواقع في بلداننا الميليشيات صدقوني تلاحق في منطقتي، حدثت حوادث رهيبة، لكن مع ذلك أنا من المشاركين في الحلقات مع أنه ما أعرف السبب في رهبة الاتصال، لكن أريد أن أوصل فكرة أن نحن حاليا في العراق لدينا ملحدين كثر، لكن سبب عدم جهرهم أن هناك إرهاب داعش وما يسمى الأحزاب الشيعية. لا أريد أن أكون سلبي لكن هذا الواقع، وهذا حقك أخي أحمد وهذا واقع يعني، هذا ما نقدر ننكره يعني. بالأخير بيقول ما في داعي تقرأ الرسالة، أعتقد مداخلة الأخ ديفيد كافية ووافية، بس أريناها ومشي الحال. الأخ دانيال عم يقول هجوم لابد منه. يعني في عندي تعليق على اليوتيوب، بعض التعليقات خلينا نقراها على اليوتيوب. انا ما بعرف كم تعليق صار عندنا على اليوتيوب.
بس يظهر في عنا كم تعليق. بس يفتح اليوتيوب. طبعا الأخ أمير البحث والتحية كبيرة للبطل جان وضيفه الكريم. أنا ما عندي ضيف، يا ريت أنت هلا تتصل فيني وتكون ضيفي. يعني في عندي الأخ سال عم يقول دانيال كلام صحيح أخي وشاطرك، وقد ذكرت نفس الأمر قبل قليل، لا خوف لا للخوف لا للنذل لا للإرهاب بكل تأكيد. في الأخ جوجل يقول جان شاهدت عددا كثيرا من البرامج الوثائقية الأجنبية تتحدث عن الأشباح، فما رأيك بها؟ وما رأيك كذلك في ظاهرة تحقق الرؤى والأحلام في بعض الأحيان؟ أرجو أن تكون الإجابة خلال البث المباشر. أكيد يعني أنا طبعا في أخ جاييني لا إله إلا بطيخه، ما بعرف شو أنتم الملحدون، لكن في داخلكم تعرفون أن الإسلام لا يمارس داعش. يعني كيف داخلنا نعرف؟ كيف يعني؟ يعني أعطيني فعل سوى داعش ما سوى الأخ كريم من نابا يعني أعطيني فعل داعش سوى محمد ما سوى. يعني كل شيء، الرمي الناس من أعلى المباني، حرق، ذبح، كله فعله نبيك يعني للأسف الشديد. وعلى فكرة في أشياء لسه ما فعلته داعش مثل تسمير العيون وجاي على الطريق، أنا متأكد يعني للأسف الشديد في ضحايا راح يكونوا ضحايا لهالإجرام، هذا إجرام محمد اللي عم بتطبقه داعش للأسف الشديد. بالنسبة للأخ جوجل إنه عم بيقول بمسألة الأشباح، يعني بصراحة أنا يعني ما عندي أي معلومات عن مسألة إنه أشباح حقيقة أو لا حقيقة. يعني أنا أعتقد العلم ما وصل لهالمرحلة هي إنه أشباح. يعني أنا عندي تفسيرات خاصة طبعا ما بتعني أي إنسان، تفسيرات خاصة إنه نحن في نعيش في تعدد الأكوان، فممكن يكون تداخل شيء بشيء. يعني أنا لا أفترض أي شيء يعني، لكن تخيلات مثلا ممكن، هي تخيلات يعني أنا غير منطق، مو غير منطقية، غير علمية، أنا ما يعني عم بحكيها من عندي هيك خواطر، إنه ممكن الأشباح اللي هي نحن بنسميها أشباح يكونوا هن مسافرين عبر الزمن، هم يرونا نحن ما نراهم يعني إلا بخيال مثلا، وممكن تحدث هيك حوادث. أما بتحقيق الرؤى، فتحقق الرؤى يعني مرة بتصير مرة بتخيب. يعني إنسان لما بيحلم بيحلم بالشيء اللي بفكر فيه، يعني على الأغلب لما بكون عم بفكر بشيء معين بيحلم فيه بالليل، فإذا تحقق شيء من تفكيره أو شيء مو غريب يعني، وشيء بالصدف تجي. أنا بصراحة لا يعني يعني ما عندي أبحاث، ما قرأت أبحاث علمية عن هالمواضيع هاي حتى أفتي فيها وأكون أقول لك وأصير طبيب نفسي، أكيد لا يعني. وعلى كل حال شكرا لك أخي جوجل على أسئلتك. يعني في عندي إكسيت. طيب أنا يعني الحلقة صارت ساعتين إلا ربع تقريبا وأكثر، فبعتذر لأصدقائي اللي يعني ما قدرنا نتواصل معهم أو سألونا أسئلة ما قدرنا نجيب عليها، وبتمنى أنا مشاركاتكم بالحلقات القادمة. طبعا بكرة عنا حلقة الساعة 10 بتوقيت دمشق. الأخ خانو من أرمينيا، هو خلفية مسيحية، أسلم صار من القاعدة وثم ألحد، فبتمنى تتابعونا بكرة الساعة 10 بتوقيت دمشق ونشوف تجربة الأخ خانو بالإلحاد من خروجه المسيحية للإسلام للقاعدة. طبعا
القائدة يسموها بالإنجليزي. فأرجو أنه تتموا معنا وتتابعونا، وشكراً لكم أصدقائي، شكر حار لكم أنه يعني أغنيتوا الحلقة ويعني شاركتوا معنا، وحلقة بالفعل يعني حلقة غنية كتير وطولت. في عندي هون نوت أظن ما عم بقدر أشوف النوت هاد، ف يعني آسف على الأخسال. الأخسال أنا عم أقول أتصل فيك، فأنا راح أتصل فيك أخسال. و تفضل أخي سال. يس، في نقطة أولا يعني مشكور على حلقة رائعة، شكرا لكل الاخوان اللي شاركوا. في نقطة مهمة هون جلبت انتباهي، وخاصة مع الشباب اللي نحصل صداقات من شباب من العالم ما يسمى العربي. نقطة جدا مهمة، رجاء حاول تضع اسمك في الانجليزي. الانجليزي لغة عالمية، انا طبعا للكل الموجودين، حتى تبدأ حركتنا تتطور. لأنه إذا تضع اسمك باللغة العربية فقط، مستمعيك عرب فقط، واللي راح يشوفوك راح يصادقوك عرب فقط. فالأفضل تكتب اسمك بالإنجليزي. يعني طرحت عدة مرات هون، حتى صداقات في ناس غيروا أسماءهم، وفي ناس لا، بإمكانك وضع الاسم بالإنجليزي وتحته بالعربي، لكن حتى تتواصل عالميا يجب أن تضع اسمك بالإنجليزي. وشكرا، ملاحظة بسيطة يعني بس مهمة برأيي. أكيد شكرا لك أخي سال، وأنا أحترم رأيك يعني، وبالفعل يعني ممكن بشكل من الأشكال. بس كمان يعني أنا بقول إنه خلونا نحكي، خلونا نوصل صوتنا لجوا أول شيء، بعدين ما في مشكلة. أكيد. يعني أكيد لا، لأنه شبكة عالمية. صحيح، وإحنا عندنا قضية بدنا نطرحها للعالم. صحيح. وصراحة لما العالم يشوفون الاسم عربي راح يتراجعون، صدقني بالتجارب كثيرة. فأنا هذا رأيي يعني، بس أطرحها. أكيد. الأفضل تحط اسم إنجليزي، يعني اسمك بالإنجليزي وحط ترجمة تحته بالعربي. صحيح. ممكن. شكرا جزيلا. صحيح. للجميع. شكرا لك أخي سال، شكرا لك، ونلتقيك في حلقات قادمة. أكيد شكرا. أكيد. طبعا أصدقائي يعني أنا بتشكركم كتير كمان، وبتشكر وقتكم صراحة. يعني الوقت صار يعني أخذ الحلقة أخذت وقت طويل، فبتشكركم، وأنا بتمنى أشوفكم بكرة حلقة مع الأخ خانو، بعد بكرة حلقة مع الأخ ديفيد، ولقاء قريب يعني مع الأخ أمير البحث، لأنه طرحنا موضوع وجا بالصدفة بصراحة، موضوع نشأة الكون حكينا بالصدفة فيه، وأنا شايف يعني يلزموا حلقات متسلسلة يعني مطولة شوي، في حلقات لازم نبحث فيها، لأنه موضوع متشعب وموضوع كبير بصراحة، نشأة الكون لحتى الساعة الحالية، وممكن ناقش فيها كمان مستقبل البشرية يعني حتى. فأنا بتمنى نلاقي الوقت الكافي حتى نقدر ننظم هالحلقات هاي كمان، ونقدر يعني نعبر عن فكر، ونقدر نوصل فكرة لأصدقائنا. شكرا كثير لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.